Legio a eterna! A eterna! Vivis! Legio a eterna! A eterna! Vivis! Legio a eterna! A eterna! Vivis! A eterna! سلام وجلد الحافية عليكم جميعا. سلام وجلد الحافية على أبينا الأسقف الأنبا عمر مش ابن العاص، أبينا الأسقف الأنبا ياسر الشبح من خلف الكواليس، وجميع أبانا الأساقفة المجتمعين معنا أعضاء المجمع المقدس. ولا يبدأ الكلام كما نعلم إلا بحمد الجلدة، فإن الحمد للجلدة نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالحنفية من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الصنبور فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، مرحبا بكم مرة أخرى. ما زلنا مع الواد أبو فوطة صفرة. الواد ده مطلوع علينا غالبا الأزهر لما فشل ان هو يعني يطلع راجل بعامه وجلابيه وبتاع والهري ده اللي احنا متعودين عليه، شكل الازهر يعني شكل الشيخ الازهري المعروف، العامه والكاكولا كانوا بيقولوا عليها كده باشمهندس زمان. ففشل ان هو يتكلم مع جيل الشباب المعاصر عن طريق الناس دي. اكتشف ان الناس دي غالبا زي الافلام القديمه، الافلام الخمسينات والستينات، اللي هو كان الراجل اللي يطلع اللي هو بالعامه والكاكولا ده اللي هو هزئه الموضوع، هزئه الفيلم. فاكر في الافلام بتاعت بقى سعاد حسني وبتاع اللي هو ايه الشيخ راكب عجله والقسيس بيبدل معاه وبتاع، دول المسخره بتاعت الفيلم يعني. فغالبا يعني حاسس ان الجيل المعاصر مش متقبل الناس دي، فطلع علينا الواد ده اللي هو بقى ايه، الواد اللي حالق شعره وعامل راسه ورعه وبتاع وعضلاته وبيروح الجيم وبيلبس لبس عصري وكده، قال يعني ايه تحديث الخطاب الديني، عارف الفكره التافهه بتاعه تحديث الخطاب الديني. فجايبين عيل بقى من العيال اللي هم يعني الواد ابو فوطه صفرا ده، وطلقوا على الناس بقى عشان قال ايه بيخاطب بقى جيل الشباب وبتاع، وبيتكلم معاهم بقى في العلم والفساكونيا والبتاع، حاجه هايله يعني. فعمل لنا سلسله اسمها مش عارف سلسله احا باين ولا ايه، يعني مش فاهم يعني حاجه عشوائيات حاجه كده، مش فاهم يعني السلسله اسمها ايه. وبيتكلم بقى في مواضيع كتير، قال بيتكلم بقى في التطور وفي الضبط الدقيق والهاري ده كله، وفي النص برضه بيرمي له حتتين في المنطق يعني، قال يعني ايه الواد بقى منطقي وبتاعه، بيجاوب بيجيب على اسئله الشباب اجابات شافيه. فالنهارده هذا موضوع الحلقه. اتفضل يا باشمهندس الطاوله المستديره، افتح المايك كده وايه ورحب بالناس على الطاوله المستديره. سلام جلدة الحنفيه عليكم، وانا يشرفني ابقى معاكم النهارده على هذه الطاوله المباركه المستديره، ونستلم بقى صاحبنا ابو فوطه صفرا دي، لان الفوطه الصفرا زادت قوي بصراحه، والوضع بقى مزري يعني. والمشكله بقى تدخل تبص في الكومنتات عنده، يعني مئات الالاف او يمكن ملايين من البشر عمالين يتفرجوا على الهري ده ومقتنعين ان الكلام ده حلو يعني. فدي ماساه يعني، ان احنا نبقى وصلنا للمستوى ده دي ماساه حقيقه يعني. بس هو واضح ان هو الازهر فعلا اختار واحد بيخاطب فئه معينه هم مقتنعين بكلامه، فواضح ان هم، فاحنا لازم بقى نتصدى للرد على الاشكال العجيبه دي، لان مستويات الهري بصراحه اعلى من احتمالي بكتير يعني. فاشكرك على استضافتي في هذه الحلقه المباركه النهارده، وانا اتوكل على الجلده بقى نشوف محضر لنا ايه هو النهارده. توكلنا على الجلده. الموضوع بقى النهارده احنا قبل كده عملنا مقطعين، واحد منهم كان بيتكلم على نظريه التطور، والتاني كان بيتكلم بقى على الايه الفيزياء، الكوانتم فيزياء. الكوانتم فيزياء دي المره دي بقى ايه، هو يعني حاسس غالبا ان هو ملوش في الهري ده يعني، مش جايب معاه، بس مازال برضه بيتكلم في، قال لك السنه ايه، انا كنت بحب الفيزياء وشاطر فيها بس انا كنت ادبي، مش عارف كان باخد فيزياء فين وهو ادبي، يعني اي كلام. الكوانتم فيزياء دي خدها فين وهو ادبي؟ لان انا كنت علمي وما خدتش كوانتم فيزياء برضه. فهو خدها فين وهو ادبي دي برضه ما عندناش فكره. بس ده خلينا بقى اللي هو النهارده ايه، الاسئله الوجوديه، الاسئله اللي فعلا بقى اي مؤمن سالها لنفسه في يوم من الايام، اي واحد يؤمن بهذا الاله الابراهيمي سأل هذه الأسئلة، وأسئلة منطقية جدا. والمفروض لو الأديان دي مقنعة والكلام ده وعندهم فعلا الحجة القوية، المفروض تبقى الإجابة سهلة جدا.
صح كده؟ هو بقى بيجيب على هذه الاسئله الوجوديه وبيتكلم بمنتهى الثقه. يلا بقى نخش نشوف توكلنا على الجلد. اتفضل يا شباب. الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهنا في بعض الشباب بيتكلم في قضيه شائكه جدا ويقول لك انا دلوقتي الايمان بتاعي مش ايمان سهل، انا مش زي عوام الناس دول، انا احسن من الناس دي كلها. الناس دي انت خدت بالك يا باشمهندس من الجمله المفتاحيه ايه؟ اذا احب قوما الايمان بتاعه مش ايمان سهل. في بعض الشباب زعلانين. اول جمله اذا احب قوما ابتلاهم، انا عايز معلش تفسير منطقي. وقال لك ايه؟ اللي يرضى ليه الرضا ومن سخط فله السخط. يعني عاجبك اهلا وسهلا بيك، مش عاجبك اضرب دماغك في الحيط. ما تحبناش إيه عاجبك مش عاجبك؟ ان لما يا ابو عيسى ده بيحب حد بيبتلي. يا ريت حد يقول لنا ايه معنى الجمله العظيمه دي. اتفضل يا شمس. لا ما تحبناش يا ابو عيسى، لو هو ده الحب بتاعك صاحب معلش يعني، عشان الحب ده صعب قوي يعني. طب تبتليني يعني ليه نرزل على بعض يعني؟ وليه تخلقني عشان ترزل عليا يعني؟ مش فاهم ايه الفكره يعني. فلا منطق غريب جدا يعني. وبعدين ايه اذا كان عاجبك يعني اللي هو هترضى يبقى ليك الرضا، هتسخط هسخط على ميتينهم يعني. اللي هو بص انا بحبك بالعافيه غصب عنك، انت ما اخترتش، انت ما فيش حد جه سالك بص يا كابتن دلوقتي في ابو عيسى ده هيخلقك وبعدين هيحبك، فانت ايه بقى طب هيحبني ازاي يا كابتن؟ هيحبك يعني يبتليك، يعني اطلع دين امك. هي دي نتيجه الحب بتاعه، هو لما بيحب حد بيبتليه. اذا احب قوما ابتلاهم. وفي حته تانية يقول لك اذا احب عبدا ابتلاه. هو حبك فنتيجه يعني اللي بيحب حد ده مثلا واحد هيحب واحده، فبتبقى هي متوقعه منه ايه؟ هيجيب لها بقى ورد وبتاع ويتجوزها ويعمل معاها بيت، يعني ده النتيجه الطبيعيه للحب. لا ابو عيسى لما بيحب حد بيبقى عبوظه. ليه يعني؟ مؤذي يا ابو عيسى، مؤذي جدا. عاجبك يا كابتن؟ طب معلش قبل الحب اتفضل. قبل ما نكمل بس يعني، هو منطقي ان كائن بهذه القدرات الهلاميه الفائقه يبقى يعني يحط في دماغه كائن زي الانسان مثلا؟ يعني عمرك في حياتك شفت انسان مثلا ماسك نمله ويقول انا بحب النمله دي وهختبرها واطلع ميتين وما فيش نسبه وتناسب؟ يعني انت المفروض ان كائن بالحجم ده يبقى يعني اللي انت ليه حضرتنا في دماغك يعني؟ يعني ليه بترازي فينا يعني؟ احنا بالنسبه لك ولا حاجه يعني. وبعدين لو احنا مش عاجبينك ما تعمل كائنات احسن من كده يعني، ما انت المسؤول في الاخر يعني. يعني ايه اللي هو الاول يعني بيقول لنا حاجه حلوه اللي هو خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سفل، طلعت دين امه كده وخلقته في كبد، وايه اللي عن دين ام اليوم اللي شفته فيه؟ طب ايه؟ طب ممكن يعني اقول حاجة، ممكن اقول حاجه بعد اذنك؟ قول حاجه. الموضوع ده بيفكرني برضك ايه بكابتن جيجاس. كابتن جيجاس بيقول لك ايه؟ بابا يسوع بيحبك. كنت اي حته في تروح اي كنيسه بقى اي بتاع يقول لك بابا يسوع بيحبك. طب ماشي، وبعدين لو ما حبيتوش هيوديك جهنم وبئس المصير. طب ماشي يا عم، طب ما هو بيحبني اهلا وسهلا، الحب من طرف واحد يعني، انا لازم احبه ولو ما حبيتوش هتروح النار. طب ما يا فندم ما يعني، طب عني طب انا كده يعني مش عارف. هو حب بالعافيه، عارف اللي هو ايه؟ واحد لازق لواحده زي الافلام العربي بقى، اللي هو في واحده مزه في الشارع وفي المعلم حنتيره بيحبها، فيا يتجوزها يا اما يسود عشتها هي واهلها. هو كده هو عشان بيحبها. والشارع بقى والحاره كلها فاهم. والله غريبه ابو عيسى ده، ممكن تتعالج يا ابو عيسى. طب نكمل كلها مؤمنه ايمان تقليدي، لكن انا الايمان بتاعي ايمان عن شك، والايمان بتاعي ايمان عن فكر، والإيمان بتاعي صادر عن عقل مفكر، ويبدأ ينظر لبقية الناس أو لعموم الناس المؤمنين بالله ورسوله حواليه إن هم ما عملوش حاجة، وإن هو لازم يكون زي ما عرفش مين الفيلسوف الروسي وزي مين من العلماء العرب،
ولازم يعدي بالمرحلة والأزمة التي مر بها مصطفى محمود، ولازم يعدي بنفس مشاكل طه حسين الثقافية أو الحضارية، ولازم يمر بالأمور دي كلها علشان يعتقد أنه هي ايه لمؤاخذة مشاكل طه حسين الثقافية والحضارية ماله يعني؟ هم زعلانين من طه حسين، مش هو مش طه حسين يعني طول عمره مؤمن وما عندوش اي مشاكل، هم شايفين ان طه حسين ده كافر ابن كلب، فيبقى كده ايه الافكار الوحشه اللي جات له دي انت ما ينفعش تمر بيها يعني. بس يعني هو جات له افكار ثقافيه وحضاريه ولا كانت الافكار بالنسبه له ايه يعني؟ مالها الافكار الثقافيه دي؟ فاكر انت الفتره اللي قاعد يقول فيها ان الشعر الجاهلي ده كان متالف وان ما كانش فيه وان ان احنا لازم نفحص القران كنص ادبي زيه زي اي نص تاني ونشوف يعني زي اللي هي كان بيحاول يطبق العلوم بتاع النقد النصي الحديثه على القران يعني. فطبعا دي بالنسبه لي اكاديميكس مش ثقافيه ولا حضاريه. اهو بقى يعني انت بتكلم مين يعني؟ انت بتكلم اي كلمتين يعني عشان احس ان انا مثقف وكده يعني عنده مشاكل ثقافيه وحضاريه. اتس ان ذا بول بارك يعني ثقافيه حضاريه اكاديميه يعني كله طبعا اي كلمتين اللي هم بيكتبوا في الكتب دول يبان ان انا قاري وكده يعني. والله قايل. بس هو بيعلق على ايه بقى هنا؟ نوعين من المؤمنين هم بالنسبه لي انا النوعين خرا بصراحه يعني ما فيش نوع احسن من بس هو عايز ياخد نوع منهم يقول ان ده حلو والنوع التاني ده وحش. ايه بقى النوعين؟ قال لك في نوع اللي هو مؤمن كده وخلاص، ده بقى الايه البيم ده اللي هو ايه يعني يلا هم قالوا له كده فهو كده ده حلو. النوع التاني بقى اللي عايز يحسس نفسه ان هو مؤمن عن اقتناع مش مؤمن كده وخلاص، فلازم بقى يحسس نفسه يعني زي ما هو بيقول كده ان هو مر بالأزمة وعدى بأفكار الفيلسوف الروسي اللي هو مش عارف مين عشان مش حاضر في ذهنه اي اسم اي فيلسوف روسي اللي هو مش عارف مين وخلاص يعني كلمة عامة بتلخص الموضوع، او العالم العربي برضو بأي كلام. فهو ده مش عاجبه، هو بينتقده ليه؟ لان هو بيحاول يمنطق الإيمان بتاعه أو يحسس نفسه أن الإيمان بتاعه ده مبني عن تفكير أو ناتج عن محنة، فهو عدى في المحنة فالإيمان بتاعه ده بقى ثابت بناء على منطق عقلي مش على بس أنه هو مؤمن كده وخلاص. هو بصراحة الاثنين خرى يعني، يعني اللي هو زي البهيم ده اللي هو تعالى خد نربط لك شوية برسيم هنا جنب الباب وتقف تاكل فيهم، ده بهيم فخلاص زيه زي البهايم يعني، ده كده مؤمن عشان خاطر هم قالوا له الإيمان ده حلو. التاني بقى اللي هو ايه بتفزلك في حاجه كده في علم النفس طريقه من طرق الدفاع اللي هي الاساليب الدفاع النفسيه في منها اساليب صحيه وفي منها اساليب مش صحيه. من ضمن الاساليب المش صحيه دي الاسلوب اللي هو ايه الاسلوب المنطقه اللي هو انا هعمل الحاجه دي حاجه منطقيه. فانا مثلا حصلت لي مشكله الزرعه بتاعتي اتحرقت مثلا، فانا بدل ما اقعد عيط عليها وبتاع اسلوب دفاع نفسي ان هو انا بعيط وزعل لا اعمل ايه بقى؟ اقول اه اصل هي اتحرقت عشان خاطر مش عارف البرق نزل منين وبتاع عشان اقنع عقلي ان هو ما يزعلش. وده اسلوب هروبي يعني مش اسلوب كويس. فالاثنين اخرى من بعض بصراحه يعني، انت مؤمن بحاجه خرافيه عشان خاطر انت فكرت فيها بالمنطق فطلعت خرافيه فانت مبسوط منها مش فاهم انا. نكمل. هو إيمانه جميل وبعدين يبدأ إن هو يورث نفسه الشك في أمور لا تحتاج إلى هذا الشك. من أكبر هذه القضايا اللي بتعمل مشكلة مع الشباب ثانية واحدة، وانتوا عارفين أنا دايما محتكة معاكم في السوشيال ميديا دلوقتي بقى احنا هنلمس عمق المشكلة. هو بيورث نفسه الشك في أمور لا تحتاج لهذا الشك زي ايه؟ احنا هنسمع عنه دلوقتي زي بس يا باشمهندس انا اما اقول لك الكلمه دي انت مشكك نفسك في حاجه ما تحتاجش الشك يعني، يعني بالنسبه لك انت يبقى ايه يعني؟ ايه الحاجه اللي مش محتاجه شك؟ هو مفيش حاجه مش محتاجه شك، ما تشك في اي حاجه. الحاجه دي لو حاجه قيمه وحاجه ذات ادله وذات منطق ما الشك مش هيفرق فيها في حاجه يعني. فانت متضايق من الشك ليه يعني؟ يعني انت مثلا بتشك في يوم من الايام ان الشمس بتشرق كل يوم؟ انت بتشك في كل حاجه لغايه ما يتبين لك الادله. فالسهل ايه؟ ان اه الشمس تعالى اوريك بص نطلع كده البلكونه الشمس مشرقه خلاص سهله ايه. فمش محتاجه يعني الاثبات بتاعها سهل جدا. فهو محسسنا ان اللي هو هيقول عليه ده حاجه زي كده واضحه وضوح الشمس يعني في حاجه اسمها الشمس كلنا متفقين على وجودها، والشمس دي بتطلع اشعه وحراره كلنا متفقين على وجودها برضه. ف
فخلاص كده. فالمفروض المشاكل اللي احنا نسمع منه دلوقتي دي تبقى اللي هو مش محتاج اي اثبات ولا حاجه، هي زي الشمس هي واضحه. استعدوا بقى يا جماعه، اربطوا الاحزمه عشان نشوف هذه المشاكل التافهه يعني اللي هذا الجدع بيفكر فيها. لا، وهي قضيه ازاي انا هكون مؤمن. اوكي، انا ماشي، انا عندي ايمان او عندي قناعه او عندي يقين ان في ربنا موجود، بس عندي مشكله مع حتتين. الحتة الأولى مشكلة وجودية، والحتة الثانية مشكلة تشريعية. القضية الوجودية ألا وهي وجود بعض الأمور في الكون اللي عقلي مش قادر يستوعب إن دي تصدر عن الخالق العظيم الرحيم. ما هو لو قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى ده له الرحمة المطلقة والعلم المطلق والحكمة المطلقة، فليه ربنا سبحانه وتعالى مثلا أوجد الشر في الكون؟ وانا مش بتكلم هنا في السؤال اللي بطرحه على لسان الشباب دول عن الشر اللي هو عباره عن ان واحد ضرب واحد فالتاني مات، لان ده عائد لاختيارك الشخصي. لكن انا بتكلم عن الشر اللي هو الذي ليس للانسان فيه يد، زي الفيضانات وزي الزلازل وزي الاطفال المعوقه والاطفال المشوهه والناس اللي بتجيلها امراض وسرطان والناس اللي مش لاقيه تاكل بيباتوا في الشارع من غير بيت ومن غير غطاء. الحاجات دي كلها دي المشكلة الوجودية. دي المشكلة الوجودية. هي دي مشكلة وجودية ليه؟ هو يقصد ايه بكلمة وجودية اساسا؟ دي مش مشكلة وجودية، دي مشكلة منطقية. وجودية دي يعني اكزيستنشال، مالهاش علاقة بالكلام اللي هو بيتكلم فيه. ماشي يعني. زي مشاكل طه حسين الثقافية والحضارية اللي مالهاش دعوة بالاكاديمية، ثقافية حضارية اكاديمية، كله كده ايه مع بعضه في نفس الكتاب. الصفحة اللي في آخر الكتاب اغسل يديك قبل الأكل وبعده، دي عارفها نفسي يعني. المشكلة بقى اللي هو حسسنا في البداية إن هي هتبقى واضحة وضوح الشمس، والرد عليها سهل جدا. إيه هي؟ الحاجات اللي الإنسان ملوش دخل فيها، الفيضانات، الزلازل، الأوبئة، المجاعات، الناس اللي مش لاقية تاكل وبتبات في الشارع، الأمراض والسرطانات. يعني معلش، أي حد قاعد كده، أي عبده في سكوني اللي معدي في الشارع، لو سألته المشكلة دي سهل ان انت يعني انت فاهمها اصلا، او سهل الرد عليها يعني؟ لو هي حاجة واضحة وضوح الشمس، يبقى عم سيد فاسكونيا اللي ماشي في الشارع سرح بشوية بطاطا، المفروض يبقى ما هو سيد فاسكونيا اللي في الشارع اللي سرح ببطاطا، لو قلت له الشمس بتطلع عم سيد فاسكونيا هقولك اصلا الشمس بتطلع. طب لو سألته بقى ايه اسباب السرطانات مثلا، المفروض يبقى الرد سهل كده. المفروض بقى مادام هي حاجة ما تستاهلش الشك يعني. طب لو سألنا عم سيد فاسكونيا اللي ماشي في الشارع سرح ببطاطا، يا عم سيد فاسكونيا ايه رأيك في السرطانات؟ عم سيد فاسكونيا هيبقى الرد بتاعه ايه؟ الله اعلم. بس فالموضوع مش واضح. الموضوع مش واضح يا ابو الكباتن، يعني انت يعني فين بقى الوضوح للموضوع؟ غالبا هو عايز يفهمنا ان هو عنده الرد الاكيد. طيب احنا صابرين معاك اهو، عشان ايه بنسمع الخرف ده كله عشان نوصل للرد الاكيد، لان كلنا فكرنا في الكلام ده. بيتهيألي مفيش حد ما فكرش في يوم من الايام هو ليه الطفل ده مولود بسرطان، او ليه الطفل ده مولود مشوه، او ليه قام اعصار في حته فضيع الناس المساكين دول. محدش ما فكرش، اللي ما فكرش يبقى ما عندوش فهم. فعايزين بقى نسمع الرد الاكيد. هو انا ممكن اسال سؤال بس، هو انا ليه ما فكرش؟ هو انت مش ابو عيسى هو اللي اداني مخي؟ اداهوني ليه بقى؟ لو هو عايزني ما بفكرش، خلاني ليه بقى افكر اصلا من الاول خالص؟ ما بيقول لك انت مش محتاج تفكر، دي حاجات سهله. طب انت هتقعد تفكر فيها ليه؟ تحمل الشك في قلبك ليه؟ ما دي حاجات واضحه وضوح الشمس. ما احنا عايزين نعرف بقى الرد، قول لنا الرد الواضح وضوح الشمس ده، عايزين نشوفه. والله نفسي امسكه من زمان الرد ده، يعني يا ريت بقى. اتفضل. التشريعية ان عنده مشاكل مع بعض النصوص في الشرع الشريف اللي هم وصلها له كهنة الإلحاد على ان هي تضاد الإنسانية وتضاد الفطرة السليمة وتضاد حاجات زي كده كتيرة جدا. فبدأوا ان هم يوصلوا له فكرة ان النصوص دي هي ضد الإنسانية، وان مثلا المرأة بتاخد اقل من حقها في الشرع الشريف، وان الدين اضطهد المرأة، والحاجات اللي انتوا بالكم فيها دي كلها. خلوني اتكلم. خلينا قبل ما يتكلم بقى، هو في مشكلتين يا باشمهندس طلعوا، ايه بقى؟ المشكلة الوجودية والمشكلة التشريعية في الشرع الشريف. خلاص المشكلة الوجودية هو هيشرحها لنا دلوقتي، في المشكلة التشريعية هو عدى عليها كده بسرعة. ليه بقى؟ لان مين اللي بيحطها في دماغه؟
انا وانت، انا كهنه الالحاد، عارف اللي هو ايه، احنا مش احنا كهنه الالحاد بنطلع نعمل ذبيحه الالحاد ولا ايه؟ الناس الشريره، احنا الناس الشريره، احنا بنكهن اللي بنعمل كهنه، اللي يعني بنقعد نقدم ذبيحه الالحاد قدام اله الالحاد وكده يعني، فاحنا كهنه ماشي، مش مشكله، انا ما فيش مشكله ان عيل بفوطه فافره زي ده قول علينا كهنه، قول علينا كهنه، ماشي مش مشكله، احنا كهنه الالحاد. احنا ليه بقى كهنه الالحاد؟ لان احنا بنحط في دماغ الناس المساكين دي شكوك عن الحاجات اللي في الشرع الشريف، النصوص، بعض النصوص اللي في الشرع الشريف، وبنفهمها له غلط. زي ايه؟ طبعا ساب العبوديه وساب كل الكلام ده، مسك في موضوع المراه. ليه بقى؟ عشان ده ابو فوطه صفرة بتاع النسوان، اللي هو بتاع بيريحها وعندها احتياجات، شكل عندها احتياجات. هو لسه مخلص اكس ان اكس اكس دلوقتي، فجاي عشان يقول لنا بقى، قعد فتره بيقول لك الاوضاع وبتاع، برضه كان ايه مهتم بالموضوع ده، والتريسم والاثنين مع بعض، الثلاثه مع بعض، فهو مهتم يعني بيتابع. فاحنا بقى بنزرع فيهم فكره شك في النصوص النصوص اللي هي بتاع الشرع الشريف دي، ان دي نصوص لا تتماشى مع الانسانيه والبشريه والحاجات اللي زي دي. برضه مش عارفين ايه الحاجات اللي زي دي، يعني غير الانسانيه، ايه بقى الحاجات اللي زيها؟ اللي هي ايه؟ والله حد يقول لنا اي حاجه خيرها، مفيش بشكل، اي حاجه خيرها ايه؟ الملوخيه مثلا تنفع في الموضوع ده ولا تمشي؟ قشطه طيب. ايه المشاكل اللي في الشرع الشريف اللي احنا كمشككين وكهنه الالحاد بنشكك الانسان المسلم فيها؟ زي موضوع المراه مثلا، اللي هو ما ادهاش حقها في الميراث. طب الكلام ده مش حقيقي ولا احنا افترينا عليه، احنا اخترعناه؟ يعني موضوع الميراث ده، يعني الانثى الذكر مثل حظ الانثيين، ايه واضحه يعني، احنا اخترعناه مثلا؟ افترينا عليه؟ الراجل ميز ضد المراه وقال الراجل الولد يورث قد البنت مرتين، وان البنت شهادتها في المحكمه بنص الشهاده. انا جبته من عند جوز خالتي مثلا، احنا اخترعناه ككهنه اللي اخترعناه في معمل الالحاد، في كنيسه الالحاد، واحنا كهنه احنا اللي اخترعناه، يعني احنا اللي الفناه؟ مش ده الكلام ده عندك في الشرع الشريف بتاعك؟ واضطهد المرأة، اضطهد المرأة، احنا ما اخترعناهوش برضه والله، يعني خلى الراجل مثلا يقدر يتجوز اربعه، بالنسبه لسعادتك ده ايه؟ برضه انا جايبه من عند جوز خالتي؟ احنا الفناه وهو مش موجود يا عيني في الشرع؟ وكل ده كله ده احنا بنتكلم عن المرأة، هو ساب بقية النصوص اللي في الشرع الشريف مثلا، اللي هي ايه؟ الشرع الشريف كان بيتكلم عن السبايا والعبيد وكده، يعني دي حاجات في الشرع الشريف برضه ايه، مش هنتكلم فيها دلوقتي. معاملة مثلا غير المسلم في العهدة العمرية مثلا في الشرع الشريف برضه، لا ما فيش هنتكلم عليها برضه. ايه؟ لأن أنا مش لاقي حاجة ولا أنا مش أنا بحب موضوع المرأة، يعني الموضوع البتاع ده أنا بحبه، عشان انا بقعد اتابع يعني اشوف افلام وكده، ببقى مثقف نفسي. انما بالنسبه للحاجات التانيه انا الحقيقه كعبد الله رشدي مش متابع والله. تخصصي. طب نكمل النهارده في الشق الاول، لان الشق الثاني ده انا بعالجه دايما في فيديوهات، وبجيب الشبهات اللي هي بتطرح على بعض النصوص. واخر حاجه طرحناها كان موضوع انا عايزه حقي او ما خدتش حقي بتاع الميراث في سلسلة عبثيات. خلوني النهاردة أتكلم عن مشكلة وعن قضية وجودية شوية، ألا وهي قضية وجود الشر في الكون. طيب، هيجي إنسان مؤمن هيقول لي، أنا حاليا بتكلم بلسان الإنسان اللي عنده شك أو بيفكر في الموضوع ده، هيجي إنسان مؤمن يقول لي ربنا سبحانه وتعالى خلق الشر ده بناء على أعمالك، أنت إنسان أذيت الناس فربنا سبحانه وتعالى عاقبك وابتلاك. طب الشر، هذا النوع من الشر أو من الابتلاء مفهوم؟ طب لو أنا إنسان ما بعملش أي حاجة في الحياة غلط، ولا أذيت حد ولا زعلت حد، أنا دلوقتي يحصل لي ليه الكلام ده؟ أنا دلوقتي يحصل لي ليه حاجة زي كده؟ ليه أنا أتأذي؟ شفت باي باي اللي عملته؟ ليه؟ يعني دي كده في الفيديو من ضمن الردود برضه في بروفيشنال، يعني عبد الله رجي بروفيشنال يعني. وبعدين انت واقف في الشارع ليه اساسا؟ ما تروح تشوف لك اي يعمل الناس كده، عارف اخترناه وبيعناه. فضل حاج عبده. حلوه دي. الكلام بقى على ايه؟ عاملين نلف وندور تاني برضه، اللي هو الانسان المؤمن ده بيقول له
انت يا عم اتأذيت بسبب ان انت شرير بتعمل حاجات وحشه. طب لا انا بيقولك انا بقى انسان ما اذيتش حد وما عملتش حاجه في حد، انا ربنا يأذيني بيه؟ والله بتالي سؤال منطقي جدا، المنطقي لمين؟ مش بالنسبه لنا احنا يعني، انا بالنسبه لنا احنا ده هو منطقي بالنسبه للمؤمن بوجود اله، كلية العلم وكلية الحكمه وكلية القدره. معنا لو كلية القدره وكلية الحكمه وكلية العلم هبقى بالنسبه لي الاله ده هو اللي مسيطر على كل حاجه. فلو مسيطر على كل حاجه وانا حصل لي بلوى وانا ما عملتش حاجه وحشه، يبقى انا حقي مع مين؟ حقي عند ابو عيسى. مفيش غير. وانا هروح لمين؟ مش انت الكبير بتاع المنطقه دي؟ لا مؤاخذه، انت الكبير هنا وانت اللي قايل الكلمتين دول وانت المسؤول، فانا لما تحصل لي حاجه اروح امسك في رقبتك انت. ده كلام منطقي بالنسبه للانسان المؤمن اللي فيه قوه عليا. اتفضل يا باشمهندس. وبعدين الكلام اللي هو بيقوله ده مش ماشي قوي برضه مع النصوص. ما اصل هي دي المشكله، ان انت تجيب العالم بتاعنا ده مش ماشي بالطريقه دي. في ناس بتعمل حاجات شريره وما بيحصلهاش حاجه، وفي ناس بتعمل حاجات شريره وبيحصل لها، وفي ناس ما بتعملش حاجات شريره بتعمل حاجات طيبه وبيحصل لها حاجات وحشه، وفي ناس بتعمل حاجات طيبه ويحصل لها حاجات كويسه. فانت عندك جميع الانواع اهو. فعندك ايه الاحتمالين؟ الاحتمال الاولاني ان الموضوع ده قوانين يعني فيزياء ومفيش اله ومفيش اي حاجه، وهي الدنيا ماشيه بقوانين طبيعيه كده. والاحتمال الثاني ان في اله. طيب لو في اله وهو كليه العلم وكليه الرحمه وكليه القدره وكليه الحاجات الجميله دي كلها، ايه بقى التبرير؟ فتلاقي بقى النصوص الدينيه متعارضه مع بعض. يعني تلاقي يقول لك ايه، ان لو في واحد ظالم ربنا يمد له في عمره ويدي له في خير عشان يغريه اكتر ان هو يعمل حاجات وحشه. وبعدين في حته ثانيه ان لو انت بتعمل حاجات وحشه ربنا يبتليك عشان يعاقبك. فهو بيعاقبك ولا بيمد لك ويسيبك عشان تعمل حاجات غلط اكتر؟ الاثنين. ليه؟ لان الاحتمالين موجودين، فانا لازم اغطي نفسي باي حاجه بقى. طب ما هي 50-50 اهي. لما هي 50-50 يبقى انت عرفت منين ان الكلام ده صح؟ ما اي كلام، انا بغطي نفسي في كل الاحوال. راجل بيعمل حاجات شريره حصل له حاجات وحشه يبقى ربنا بيعاقبه، طب حصل له حاجات كويسه يبقى ربنا بيمدله عشان يعمل حاجات وحشه اكتر. فاهو العكس برضه، يعني راجل كويس بيعمل حاجات حلوه حصلت له حاجات حلوه يبقى ربنا بيجازيه بيكافئه، طب حصلت له حاجات وحشه يبقى ابتلاء حكمه. عارف انت انا فعلا اي كفر ذا اول ماي بيسز. يعني عندك اي اعتراض؟ بص الاجابات جاهزه. كل حاجه موجوده. طب نكمل. يلا يا شبح. انا قاعد في حالي يجي لي مرض ليه؟ هيرد عليه المؤمن وهيقول له ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان الله عز وجل لا يظلم، وربنا قال في القران ان الله لا يظلم الناس شيئا، وربنا تكفل لنا بان الناس اللي هي ابتليت في هذه الدنيا ان هم يعوضوا عن هذا العناء الذي عاشوه في الدنيا. اذن ربنا مش ظالم. ربنا قال كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم، او سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال أنه يود أهل العافية في الدنيا يوم القيامة يعني أن جلودهم لو قرضت بالمقاريض، يعني أن الجلد بتاعهم ده لو تقطع كده ها وتشرح كله من عظم الجزاء الذي يرونه لأهل البلاء يوم القيامة. يعني من كتر ما الناس اللي هي في الدنيا ما جالهاش ابتلاء، جت يوم القيامة ولقيت الناس اللي جالها ابتلاءات خدت قد إيه ثواب وقدموا مقابل، هيتمنوا ويقولوا طب يا رب احنا كنا نبتلى زيهم، وهي الدنيا خلاص راحت خلصت غيرت في داهيه، احنا ما عدناش حاسين بحاجه، اللي ابتلي يا ابتلي واللي عوفي يا عوفي ومتنا وقمنا وصحينا ونسينا الكلام ده كله، يا رب كنت ابتلينا زيهم علشان ناخد اللي هم هياخدوه دلوقتي. فهيرد المؤمن يقول له كده. احيانا بيكون الانسان اللي بيفكر بفكره الشك دي يقف عقله لهذه المنطقة ويدرك جدا ويحترم هذه المعادلة. ثانية واحدة. وأحيانا تبقى لديه الرد. ثانية واحدة يا شباب. أول رد عنده الرد اللي هو الواضح كالشمس اللي احنا أنت مش هتقدر خلاص هيشيل لك دي، ها؟ إيه بقى هو؟ دلوقتي الناس اللي هي ابتليت في الدنيا وهم كويسين. رب وقال لك أنا ما بظلمش، طب هيعمل إيه؟ هيعوضهم في الآخرة. ولما هيعوضهم في الآخرة هيعوضهم تعويض جامد طحن، لدرجه ان الناس اللي ما ابتلوش لما هيشوفوا الحاجات الحلوه البلالين بقى والجاتوه والحاجات الحلوه اللي هم بياخدوها هيقولوا له يا رب كنت قطعت جلدنا واحنا عايشين عشان ناخد حاجات حلوه برضه.
واخد بالك؟ ما هو الكلام مش بفلوس اصلا، سهل قوي ان انا اقول لك هيحصل كذا ماشي. لما نتقابل هناك نبقى نتحاسب بقى. ده ايه بقى الحاجات الحلوة اللي هم هياخدوها اللي غيرهم مش هياخدها؟ ايه اي حاجة يعني؟ ايه اللي وعدهم بيه يعني؟ مثلا ما وعدش يعني انا هدخل الجنة تمام، ايه اللي ممكن يحصل لي في الجنة يخليني عايز اتبص؟ ما الجنة دي فيها اكل وشرب ونيك لمغزة وكده يعني، والحاجات دي. اجاوب اجاوب اجاوب. اه اتفضل يا شباب. فيها كنب. عندكم انتوا كنب يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ يعني انا ابقى انا مثلا شفت واحد يا عيني متعذب في الدنيا وجلده متقطع، وبعدين وانا جلدي ما اتقطعش، فطلعنا فوق، هو هياخد كنبه زياده، فانا اقول له يا رب كنت قطعت جلدي وانا في الدنيا، ما الدنيا دي غلط في ضيق خلاص. هو قال كده عشان اخد كنبه زياده، والله نفسي في الكنبه دي. طب ما تسيبها لي. هو ده المنطق؟ فشخت المنطق والله. انا كده اقتنعت، تخيل انا اقتنعت، يعني انا هتحمل العذاب وانا مؤمن باله، واقول ان هو بيبتليني وانا كويس ما عملتش حاجه، عشان خاطر ايه؟ كل ما يبتليني يبقى يكتب لي كنبه زياده هناك، او يحط لي سجاده زياده، يعني عارف اللي هو ايه؟ هيفرش لي الشقه ان شاء الله. طب وانا كواحد في الجنه ما حدش ابتلاني، هبقى قاعد في الشارع مثلا، ما انا هبقى قاعد في بيت كنبه برضه، بس يمكن الكنبه دي مش منجده زي الكنبه التانيه ولا أوه. ايه يعني؟ يعني قول لنا. هجيب لك كنبه تعبانه من ايكيا، او مش عايز حاجه. وانا عندي سؤال، هي مش 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 الجنه الاسلاميه دي انت من حقك تطلب فيها اي حاجه؟ طب واضح من كلامه ان الناس اللي هي ما بتولدش هتشوف الحاجات اللي الناس التانيه واخداها، يعني الحاجات دي مش مثلا ابو عيسى مش عاملها سر مثلا، مش ايه، مش واخد الناس اللي هو ابتلاهم دول حاططهم في حته على جنب وعامل لهم حاجات وقايل لهم ما تقولوش، لا ده بيقول لك الناس هتشوفها وهتقول يا ريت كان عندنا زي. طب ما ماشي، طب ما هو الجنه فيها اديني زي دي طلعت لي، يبقى ايه الفرق بيني وبين التاني؟ ولا اي حاجه. ما اي مكان انت تدعي فيه ان انت ممكن تاخد فيه اي حاجه انت عاوزها يبقى الناس كلها زي بعض، ازاي هيبقى في ناس مش زي بعض؟ اذا كان انا ممكن اطلب الحاجه اللي عنده، يعني انت اديت له حاجه زياده، رحت انا قايل له اديني زي دي، ما انا بقيت زيه. ايه بقى؟ مش فاهم انا. انا مش فاهم الجنه دي ازاي هيبقى فيها ناس مختلفه عن بعض اساسا، يعني ايه الفكره؟ يعني حاجه غريبه جدا يعني. ولا شباب ايوه. طب انا دلوقتي انا هاخد اي حاجه انا عايزها صح كده؟ ايه؟ طب انا عايز جوز خالتي من النار يجي يقعد معايا، انا ببسط لما جوز خالتي بيقعد معايا، انا عايزه من النار، طلعه بقى من النار وهتقول. هو انا سمعت مره ان الموضوع ده بس مش على جوز الخاله الحقيقه، الا لو كان في بينهم علاقه قاسمه والعياذ بالله، انما الموضوع ده انا سمعته على الزوجات، يعني لو واحد دخل الجنه ومراته دخلت النار وهو طلبت معاه يلعب احيه معاها هي بالذات دونا عن السبعين حوريه اللي كل حوريه منهم ليها سبعين وصيفه، يبعتوا يجيبوها له من النار يلعب احيه ويرجعوها النار تاني، ورجعوها تاني كمان. اه يعني خدمة توصيل، عارف، لحد دليفري لحد البيت، ويجي ياخد الفارغ يرجعه تاني، يعني خدمة يعني 24 قراط. فوق بقى ده كله الحاجات بقى اللي هم عاملينه اللي عايز ياخدها، هو لا مؤاخذة في القرآن كله وفي الأحاديث، إيه هي الحاجات العظيمة قوي اللي في الجنة أصلا؟ قال لك إيه؟ قصور، خيم، كنب، سجاد، أباريق، وفاكهة، ولحم طير، ولا مؤاخذة أحيه، صح؟ وماء نظيفة، وعسل، ولبن، صح كده؟ وعنب، عنب، 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 نسيت العنب. ما قالك عنب وفاكهة، يعني على سبيل العنب ده إيه من الخضروات؟ هو عنب وفاكهة، ونقول تاني، عنب وفاكهة، ده كده بالنسبة للأكل، ولحم طير مما يشتهون، وفي نهر عسل ونهر لبن ونهر خمر، صح كده؟ وبالنسبة للسكن في قصور وفي خيم وفي كنب وفي سجاد لا مؤاخذة في البتاع، وبعدين انت كل ده انت قاعد بتعمل فيه ايه؟ قاعد لا مؤاخذة بت ايه؟ يعني بتلعب احيه، صح؟ وبتلعب احيه، كل احيه واحدة بسبعين سنة، بتقعد سبعين سنة بتلعب احيه، وبعد ما تخلص الاحيه ما بتجيبهمش لا مؤاخذة، والله هو بيقول كده. قال لك ان البتاع بتاعهم لا يرتخي، ده يفضل واقف كده، هتفضل ماشي والجلابيه معموله كده، عارف؟
ليه بقى؟ مفيش، اصل قال لك مفيش مني، مفيش حاجه يعني، ما بتجيبهمش. بس قعدت 70 سنه وخلصت، فاروح مرقع لك العذراء دي عشان خاطر ايه؟ تخش على العذراء اللي بعدها، كل المولى سبحانه عمل لها رفه كده وبتاع، ظبطها على طول يعني، غشاء صيني وراح لبسهولك عشان خاطر تبقى ده كده بالنسبه للجنه. طيب، وكل الناس تقريبا هتاخد معظم الكلام الحلو ده، ماشي؟ ايه بقى اللي ابتلي في الدنيا ده هياخده زياده؟ يعني هياخد كنبه زياده، هياخد حته عنب زياده، هيشرب كوبايه خمره زياده، ده في نهر. ايه هو اللي انت وعده بيهم؟ بس طلعوا لي كتبك الله يخليك. اللي انت وعده بيهم اللي واحد ممكن ياخده والتاني ما ياخدوش. مثلا ده عنده 70 حريه والتاني عنده 140 حريه، فرقت يا ما انت قاعد عمال كل واحد تنط عليه 70 سنه. مش هتفرق وبعدين يعني. كلهم شبه بعض اصلا. يعني انت مش هيفرق معاك على فكره والله، لو جايب لك اتنين هم كلهم شبه بعض ممكن يقول لك ان هم 1000 واحده، ما انت كلهم زي بعض. هم كلهم كوبي بيست يا فندم، كوبي وبيست، كوبي وبيست، كوبي وبيست. يعني لو جاب لك اول واحده والرقم 30 مش هتفرقهم عن بعض، ما كلهم كوبي بيست. المصنع هو والله ممكن يكون اساسا مشغل الجنه كلها بخمسه سته، مدورهم بقى اللي هو ايه دول 70 يا 70 70، وهم في الاخر خمسه سته اللي شغالين في المولد ده. فايه هي الحاجه اللي هتتقدم للناس دي مش متقدمه للناس التانيه؟ حلو السؤال ده، وهيفرق حلو السؤال ده، حلو السؤال ده. ناخد بقى الناس تكتب لنا بقى ايه اللي موجود في اللايف شات اجابه السؤال ده، ايه اللي هياخده؟ حاول يدينا على فكره كؤوس واباريق وفي ولدان مخلدون. ما يعني هو الموضوع مش بصراحه يعني، بس كده في اللي هو ايه مريب يعني، مريب مثير للريبة. عيال صغننة ما بتكبرش وبتعدي عليك بخمرة، فايه بقى عايز ايه بالظبط؟ ما يعني ايه هي الحاجة الزيادة اللي واحد هياخدها فانا هبقى غيران منه؟ ما هي الفرق في ايه؟ هيبقى في العدد بس، مش هيبقى في حاجة تاني. يعني بدل ما انت جايب لي كنبتين، طب انا فارق معايا ايه ان انا عندي في القصر بتاعي خمس كنبات او كنبتين؟ ما انا اصل ما بيجيليش ضيوف، ده هو الرحمن بيعدي عليهم يقول لهم السلام عليكم، فيقولوا له اتفضل يا رب. يقول لهم لا لا تعالوا لي انتوا، يبعت بقى يجيبهم على الجمل وكده، عارف انت الحاجات دي. فايه اللي انت واعد واحد يتعذب بيه اكتر من اللي ما يتعذبش؟ يا ريت الاخ يرد علينا يقول لنا ايه هي يعني. ولو في حاجه زياده انا ايه اللي يمنعني من ان انا اطلب زيها؟ ما دام هي الجنه فيها ان انا اطلب اي حاجه انا عاوزها، يبقى ايه اللي يعني، يبقى هبقى زيه في الاخر برضه. مش فاهم ايه الفرق، اي نصب. رد هايل والله، ده رد هايل جدا وساطع كالشمس، مفيش اي. يلا اللي بعده. هيقول لك طيب انا لا عايز ابتلى في الدنيا ولا تقرصيني يا نحله ولا عايز منك عسل. يا عم انا لا عايز ربنا يبتليني ولا عايز اعوض، انا عايز اعيش حياتي كده ايه، لا ليا ولا عليا، اعيشها على الهامش واعبد ربنا بالعبادات بتاعتي وعيش كويس وما اذيش حد وما ابتلاش في المقابل، ويوم القيامة اخش الجنة وخلاص انا راضي يا عم بأقل حاجة في الجنة. مع ان هذه الفكرة صادرة عن عقل بشري لم يرى الجنة فلا يستطيع ان يحكم عليها، ومع ان هذه الفكرة غلط لان هي بتقوم على الحكم على احد العاملين في المسألة الا وهو العامل الدنيوي، مع غياب الحكم والرؤية للعامل الاخروي الا وهو الجزاء في الجنة، بس هنساير هذه الفكرة ونمشي معاها. طب ثانية واحدة، يعني انت دلوقتي بتقول ان انت لا عايز بلاء ثانية يا شباب، الفكرة دي قاصرة ليه بقى؟ اللي بيقول الفكرة بس هو هيسيرها يعني، اللي هو بتاع الجدع اللي هو العاقل اللي قال لك يا عم يا نحلة لا تقرصيني وانا عايز منك عسل، يا عم ما تبهدلنيش في الدنيا وانا مش عايز الجزاء الحلو بتاعك في الاخرة، انا هدخل الجنة العادية بتاعت الناس، جنة الشعب. عارف انت مش عايز الجنة اللي هي بتاعت الناس الاغنياء دي، انا عايز الجنة بتاعت الشعب. ومش عايز منك عذاب ولا حاجه. قال لك دي فكره قاصره ليه بقى؟ لانها بتحكم على احد العاملين في غياب العلم بالعامل الاخر الا وهو الجنه. لولا وجود سيدات معانا في انا كنت شخرت له من هنا لحد السنه الجايه. يعني انت جاي دلوقتي تقول احنا ما نعرفش ايه في الجنه دي، والوصف الخرا ده كله اللي في القران والاحاديث ده بتاع ايه؟ بيوصف لنا ايه لا مؤاخذه؟ ازاي انت مش عارف؟ امال امي اللي عارفه يعني؟ اروح اصحى امي من التربه واسالها؟
انت القرآن ده عمال يتكلم كل شوية على حور مكسورات في الخيام وكعوبة أترابا وفاكهة مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وقطوفها دانية فيها مش عارف عين جارية عارف الحاجات دي كل ده وصف ايه بقى لا مؤاخذة الشرع اللي وراكم مش ده وصف الجنة يعني ايه بقى انت عندك غياب عن المكافأة في الجنة غياب للعلم عن امال انت قاعد تحكي لي ايه لا مؤاخذة الكلام ده على ملعب السلة اللي وراكم يعني ولا الكلام ده فين نادي اليخت يعني الكلام ده وصف ايه سعادتك مش ده وصف الجنة ولا انت بتشتغلنا وبعدين يطلع لك اذكى واحد في اخواته يقول لك ايه بقى لا اصل الخمره في الجنه مش زي الخمره في الدنيا طب سؤال لو هي مش زيها بتقول لي ليه ان فيها خمره ما انا كده ما عرفتش حاجه لو قلت لي ان فيها شوبونجو يبقى هي بقى ما دام مش زي الخمره بتاعتنا يبقى انت بتقول لي ان فيها خمره ليه ما هي مش زيها يبقى هي خمره يعني ده نفس الاسم ليه اساسا يبقى انت بتشتغلني وبعدين بفرض بقى ان الجنه دي فيها حاجات جميله وانا ما اعرفش احكم عليها هي دي غلطه مين يعني انت اللي جاي توعدني بحاجات انا ما اعرفش مش انت كان ممكن توريها لي الاول وتقول لي اهي شايف البتاع الجميله دي لو سمعت كلامي وما عملتش الحاجات اللي انا بقول لك عليها وعملت الحاجات اللي انا بقول لك عليها هدخلك البتاع دي لكن انت بقى توعدني بحاجه انا ما اعرفهاش بكلامه هو طب دي غلطه مين غلطتي ولا غلطه ابو عيسى مش ابو عيسى هو اللي كان ممكن يوريها لنا انا مش فاهم دي غلطه مين لغايه دلوقتي يعني لو هو ما وفرش اصل بص برضو الجماعه المسيحيين عندهم بوينت في الموضوع ده ما وصفش خالص تجنب مواطن الشبهات قال لك بص الملكوت ده ماله فيه ما لم ترى عين وما لم تسمع اذن وما لم يخطر على بال انسان اللي هو ايه الحلمبص اي كلام بس ما وصفش فانت لك ان تتخيل ما تتخيله ليه بقى لان انت مش هتعرف تتخيله برضو في الاخر فغالبا هو ايه هو العدم لان هو حاجه بقى لا حد شافها ولا حد سمعها ولا حد فكر فيها تبقى ايه تبقى ولا حاجه تبقى ولا حاجه بس ما وصفش لا قال لك بقى نخيل وعنب ولا عبد السلام ولا قال لي اي حاجه فيفضل بقى ايه يعني عارف اللي هو ايه حاطط لك الجزره كده عمال يجرجرك بيها ان الجنه دي حاجه حلوه الملكوت ده حاجه حلوه فيها ايه مش هقدر اقول لك عشان انت مش هتقدر تتخيله بس هو حاجه حلوه انما التاني وصف كتير طب انت بعد الوصف ده كله جاي تقول لي لا على فكره انت ما تعرفش طب امال الوصف ده كان وصف مين لا مؤاخذه كان لازمته ايه بقى طب كنت وفرت الورق ده بقى اللي انت بتوصف فيه حاجه يعني غلط اصلا الوصف ده كله غلط على فكره كنت وفرت الورق ده وكتبت لنا كلمتين مفيدين كنت عرفت تترجم مثلا تعمل موضوع تحسب صح موضوع الميراث بدل ما انت قاعد عمال تقول لنا حور المكسورات في الخيام كنت حسبت المرض صح ووفر الكلام بقى الكلام على حاجة تانية مفيدة طالما كل الوصف ده غلط أصلا آه يا غلبي كمل يا شباب كمل ولا عايز أي شر ولا زلازل ولا براكين إذن أنت بتسأل عن حكمة الله عز وجل أو عن حكمة صانع الكون لماذا أوجدك ولماذا ابتلاك ولماذا عاقبك وسوف يعوضك يوم القيامة دون أن تفعل في هذه الدنيا شيئا ولماذا يبتليك وأنت أصلا لا تريد هذا الابتلاء في الدنيا ده السؤال وهذا السؤال هيترتب وراءه وحيتبعه معلش وقف ثانية ده نظر هو من شوية ما قالش كده هو قال الرجل بيقول أنا عايز أعبد الإله وأبو عيسى ده أسمع كلامه ونفذ كلامه مش لا تفعل شيئا ولا حاجة لا ان الحاجات اللي قال لي ما اعملهاش مش هعملها والحاجات اللي قال لي اعملها هعملها فده نصب نمره 2 لا انا ما بسالش عن حكمه ابو عيسى انا بطلب حاجه ابو عيسى جاي يقول انا هبتليك واديك حاجات زياده انا جاي اقول انا مش عايز الحاجات الزياده دي انا ولا بسال عن حكمه ولا عايز افهم انا راجل بطلب حاجه ايه اللي مش فير في اللي انا بقوله ده فما تستعبطش ما تغيرش السؤال وبعدين عشان انت مش عايز ترد على السؤال ده تقوم انت تقترح سؤال ثاني وترد عليه ده اسمه استهبال انت كده بتستهبل هو اصل الرد منطقي جدا يا عم انت بتقول لي ايه انا هبتليك وهبكافئك هناك قلت لك لا يا عم مش عايز المكافاه وما تبتلينيش خلاص خلصنا يبقى المفروض ردك يبقى في المنطقه دي بقى لا هو بس هو عنده حكمه يعني طب انت عايز ايه يعني هبتليك غصب عنك بقى اللي هو مزاجي كده هو بيبتليك ليه انا ما طلبتش افهم انا
انا مش عايز افهم، انا مش عايز ابطله وخلاص، لكن لا انا هبطليه غصب عني. عشان بحبك على فكره، انا بحبك وهبطليك، وغتات انا اللي بحبهم ببطليهم، وتبقى مبسوط مش مثلا تستحملني بس، لا لازم مبسوط كمان يعني، لازم تبقى مزوخي يعني، اللي هو ايه تبقى بعذبك وتبقى مبسوط انت بالتعذيب. ايش اذا مش عارف ايه فاستمتعوا، عارف انت دي. خش يا شباب. وسؤال اخر، ربنا اوجدنا اصلا في الدنيا يكون فيها تعب ليه؟ ليه الست اما تحمل يطلع عين اللي جابوا اهلها وتقعد 9 شهور وتاكل وترجع وتتعب ومش عارف ايه، وتيجي تولد يشقوا بطنها زي البطيخه وتصوت وبنج وبنج موضعي وبنج كلي، وتقعد عيانه وعمليه وقيصريه وخياطه، ولو ولدت طبيعي يطلع عين اللي جابوها؟ ثانيه واحده. هو هنا بقى بيقول لنا ايه الابتلاء؟ ايه الابتلاء؟ ضرب لنا مثل خطير جدا، بمثل ايه بقى؟ الست اللي هي بتحمل وتقعد 9 شهور عماله تاكل وترجع ماشي، اللي هو الوصف العام يعني بتاع واحد ما عندوش فكره قوي، فايه او ما شافش واحده حامل قبل كده، فبالنسبه له الموضوع كله عباره عن تاكل وترجع ويطلع عين ابو اللي جابوا اهلها. يعني برضو ده من ضمن الوصف يعني. يعني انت يعني هي السيده الحامل دي بتروح مثلا تشتكي لك، تقول لك انا تعبانه، فتقول لها ايه طلعان عين ابو اللي جابوا اهلك؟ الدياجنوسس بتاع تشخيص السيده بتشتكي من اكل وترجيع وطلعنا عين ابو اللي جابوا اهلها. وايه بقى من ضمن الابتلاء؟ ان هي يشق بطنها زي البطيخه وبنج وبنج موضعي وبنج كلي وخياطه وقيصريه. هو لا مؤاخذه ربك كان يعرف حاجه عن القيصريه؟ معلش يعني اديني معلومه يعني. هي الابتلاء بتاعها ان هي عملت عمليه قيصريه، عارف هي عملت عمليه قيصريه ليه؟ لان لو ما عملتش قيصريه كانت هتموت، لان ربك مش عامل اي منفذ اخر، يا تولد ولاده طبيعيه يا تموت هي اللي في بطنها. فما تقعدش تدلس على الناس وتفهمهم ان العمليه القيصريه دي ابتلاء، ده العمليه القيصريه دي اللي انت بتقول عليها ابتلاء ده مخرج وجدوا الاطباء للعيوب التصنيعيه بتاعت الهك. ده مش ابتلاء سعادتك. ده انقاذ لحياتك. اما تشتغلناش. وما تفتيش في اللي مش فاهمه، وايه البنج موضع وبنج كل يا عم الحاج يا ابني، حرام عليك يا ابني، خليك في الكتاب بتاع ادب، انت مالك انت مالك انت مالك. يا غلبي كمل. اسئلة من دي كتير، ايه فايدة وجود الكون لما في الاخر هو اللي اوجدنا، عارف احنا هنعمل ايه؟ وكان الله بكل شيء عليما، وهو قادر على كل شيء، وهو يرجعنا ويحاسبنا. عمل القصه دي اصلا كلها من الاول ليه؟ ايوه، يبقى انت هنا السؤال بتاعك ده السؤال الصح. لما هو عارف كل الفيلم ده بيعيده ليه؟ بيحب يتفرج على افلام معاده؟ ما انت لما بتشوف الفيلم لاول مره بتبقى عاجبك الفيلم عشان انت مش عارف النهايه ايه. طب انت عارف الفيلم بتشوفه ليه؟ لا ده مش عارفه بس، ده المخرج يعني، ده زي ما يكون المخرج بتاع الفيلم وقاعد بيتفرج عليه وهو اللي كاتب الاحداث. يعني يعني مش مثلا انا متفرج واتفرجت على الفيلم ده وبتفرج عليه تاني، لا ده انا مؤلف ومخرج الفيلم نفسه وقاعد برضه بتفرج عليه عادي وبتفاجئ. يعني عارف انا اللي كاتب الفيلم، وانا اللي مؤلف الشخصيات، وانا اللي مؤلف الاحداث، وانا المخرج بتاع الفيلم، بس بتفاجئ. يعني في القران ربنا اتفاجئ كتير، كان بيشوف حاجات كده اللي هو ايه يا اولاد دين الكلب، عارف اللي هو اتفاجئ من اللي هم عملوه. طب مش انت اللي كاتبه؟ فالسؤال ده مهم. لما هو عارف عرفنا في عيشتنا احنا ليه، يلا بقى نسمع الاجابه، نطلع رحله، يلا كله يربط الحسيبه، يلا بقى ننطلق مع عبد الله رشدي نشوف بقى. بتسأل عشان عايز تصل إلى معلومة من معرفة وعلم كلي المعرفة وكلي العلم وصانع الكون. أنت هنا بتسأل سؤال بتطالب إن أنت تكون على قدر يمتلك من العلم، إنجاز التعبير، ما يمتلكه الله أو ما يتصف به الله. وبتسأل سؤال يحتاج في معرفته إنك تكون على حكمة كتلك الحكمة التي عند الإله.
إذن أنت بتسأل أسئلة تحتاج في إجابتها إلى أن تكون إلها. لا لا استنى بقى استنى استنى استنى, استنى. أنا لما مؤاخذة لا بسأل عشان أعرف حكمة الإله ولا بتطلب إن يبقى عندي حكمة. أنا بسألك يا ابني ديني الكلب أنت بتعمل فيا كده ليه؟ بس كده ده هو ده مغزى السؤال والله. ولا يا باشمهندس يعني أنت شايف الموضوع كبير قوي كده؟ أنا مش عارف إيه اللي صعب في إن أنت تشرح لي، أكيد في إجابة يعني. لا ما يقول لك أنت كده بتسأل عايز يعني إنجاز التعبير تمتلك من العلم ما يمتلكه الإله. لا والله أنا بسألك يا ابني ديني الكلب بتعمل فيا كده ليه؟ بس كده. أنا سمعت كلامك وماشي وراك وبنفذ اللي أنت بتقوله. بتبتليني ليه؟ يقول لك لا ما انت ازاي تسالني وانت عارف المعلومات اللي انا عارفها. يا عم يلعن ابوك على ابو معلومات، انا ماليش في معلوماتك. وانا بسالك انت عملتها ازاي، انا بقول لك بتعملها ليه، مش انت بتعملها فيا انا ولا انت بتعملها في حد تاني. يعني ايه هو ده؟ طب ممكن ادي مثال اللي هو ايه. كان باشمهندس عمر قالوا في الحلقه اللي فاتت بنبردك من ابو فوطه صفر، قال ايه؟ قال لك انا دلوقتي مشتري جهاز كمبيوتر، مشتري تليفون، حلو كده؟ التليفون فيه حاجه مش شغال، حلو كده؟ ده ابتلاء اهو. انا بقى مش لازم اكون انا بعرف اعمل التليفون علشان اسال الحاجه دي مش شغاله ليه؟ فانا هروح اقول لهم اخوانا الشركه اللي هي مصممه، اروح ابو عيسى انت عامل القصه دي ليه؟ انا القصه دي مش عجباني. فانا مش هطالب ان انا اعمل الكمبيوتر زيه او اعمل موبايل زيه علشان انا اسال ان في حاجه مش شغاله، في حاجه وحشه، الشاشه غامقه، بتاع البلوتوث مش شغال. فانا مش لازم ابقى انا عارف بقى وانا اللي مخترع البلوتوث وابقى عارف البلوتوث بيعمل ايه وبيشتغل ازاي علشان اقول لهم البلوتوث مش شغال. لا، في حاجه في ابتلاء، مش لازم انا اعرف ان انا اكون بقى اله واكون بقى انا المهندس اللي عامل الكمبيوتر ولا انا المهندس اللي عامل الموبايل علشان اعرف بقى الابتلاء ده جاي منين. إيه؟ في عندي مشكله، لو سمحتوا المشكله دي موجوده ليه؟ بس ايوه يا فندم. هو الكلام ده يعني انا هضرب مثل من يعني اللي انا بفهمه. لو انا جاي لي مريض عنده مشكله فانا هكتب له علاج او اعمل له جراحة، فسألني انت هتعملها ليه او العلاج ده بتاع ايه، قال له انت عايز يبقى علمك زي علمي، عايز تدخل كلية طب وتقعد 10 سنين بتذاكر زيي عشان تفهم، ما انت تاخدها وانت ساكت، انت تاخد العلاج ده وانت ساكت، ما انت كده بتطلب ان انت تبقى دكتور زيك زيي، انت عايز تعرف العلاج ده بتاع ايه، انت اتجننت. لا والله ده الطبيعي، من حقه يفهم لان هو اللي هياخد العلاج على فكره مش انا. ايوه انا من حقي، من حقي قبل ما اخد العلاج اعرف ده ليه وبيتاخد ليه وهيعمل ايه، واخده واجربه لو ما عملش مفعوله هرجع يعني معلش هشتم الدكتور واقول له انت بتاع واروح للدكتور غيره. انا هحطك دلوقتي تحت اون ذا تيبل يعني، وهعمل بروسيدجر ولا عمليه ولا حاجه وتسالني ليه هتعملها ليه، اقول لك انت كده عايز تعرف معلوماتي، انت عايز تبقى زيي، لا انت تعرف حدودك، انت تاخد العمليه وانت ساكت زي الكلب، انت كده ليه انت كده بتطلب ان انت تعرف معلوماتك. لا هو الراجل عايز يعرف العمليه دي ليه لو مؤاخذه بس يعني، بس ده كل مشكلته، ومن حقه يقول لا مش عايزها يعني، ممكن يبقى هي دي هتنقذ حياته بس هو مش عايزها خلاص. لكن ابو عيسى ما بيتعاملش معانا كده. ابو عيسى اللي هو تقول له ابو عيسى انت بتطلع دين امي ليه، معلش بعد اذن سعادتك ممكن افهم، انت لو عايز تفهم انت كده عايز تبقى اله، انت هو في الاخر قال لك انت بتطلب ان انت تبقى اله. لا لا مؤاخذه انا بطلب ان انا افهم بعد اذن سعادتك اللي بيحصل فيا انا. يعني واخد بال سعادتك في السؤال؟ اتفضل يا باشمهندس. انا عندي عده مشاكل في هذا الموضوع. المستوى الاولاني، لا مش محتاج ان انا ابقى اله، لو الاله كليه القدره هو قادر ان هو يفهمني دي، يا اما هو مش كليه القدره يعني مش محتاج ان هو يخليني اله زيه عشان يفهمني، يا اما انا مخي فيه مشكله معينه يبقى هو يقدر يعدله ويخليه يفهم، يا اما هو يقدر هو عنده اكيد عنده طريقه، ما دام هو كليه القدره يبقى هو عنده طريقه. دي المشكله الاولانيه. المشكله بقى الاعقد من كده اللي هي ان انت لما تيجي تقول لي اصل في سبب
وانت مش فاهمه، دي معناها ان انت بتحط حدود على اله كل القدره. ليه؟ لان انا اجي اقول لك مثلا ان الاله يعني اكيد في سبب بس انت مش فاهمه، يبقى كده الاله مضطر يعمل كده عشان يحقق حاجه تانية. يعني زي مثلا مثال الدكتور اللي انت قلته، انت ليه وجعتني يا دكتور؟ اقول لك لان انا بحاول احل مشكله عندك، بس انا بامكانياتي المحدوده ما عنديش طريقه ان انا احل لك المشكله دي غير ان انا اعمل لك جراحه فألمك، هو ده الحل اللي عندي. لكن ابو عيسى لا تنطبق عليه الشروط دي، ابو عيسى كليه القدره، يبقى ابو عيسى يقدر يحقق اي هدف هو عايزه من غير ما يضطر يعمل حاجه تانية. يبقى ابو عيسى يقدر الا بقى لو هو ابو عيسى عايز يرازيني كهدف، لو هو ده الهدف بتاعه فول ستوب، مفيش اي تفاصيل تانية، هو ده الهدف بتاعه، ساعتها ماشي. قول لي بقى ان ابو عيسى سايكوباسي وابو عيسى ليه مزاج ان هو يعذبنا، مفيش بقى اصل هو بيحاول يحقق حاجه تانية، اصل هو ده، يبقى هو محدود، ما يبقى هو خلاص كده ما بقاش كل القدره. ولا انت ايه رايك يا نبينا؟ ما ينفعش تانية. يعني ايه في حكمه تانية؟ يعني هو مش عارف بقى يعمل الحاجه دي من غير ما يسبب الالم ده، يبقى خلاص بقى، يبقى ابو عيسى فاشل بقى، اعترف فاتها على بلاطه كده وقول لي ابو عيسى فاشل، وما تقعدش بقى تقول لنا ان ابو عيسى كل القدره من الاخر كده. خليك هو اتعلمها كده، هو ما بيعرفش يعملها غير كده على مؤاخذه. هو اتعلمها كده، ابو عيسى صايب جاد سكول اصلا، ما كانش وصل ولا عدي في المدرسه بنت الكلب دي. طلعت لنا عاد. يلا نكمل يا كام. والجواب ان انت لست الها بل انت مصنوع، وعدم درايتك بهذه الاسئله اكبر دليل على عجزك. فرضنا ان مفيش اله، ايضا ستبقى عاجزا عن الاجابه على هذه الاسئله، لكن سيضطر مخك الى وعقلك الى مغالطه نفسه، وانه يبدا ينكر مبدا الصانعيه والسببيه، وان كل شيء له صانع. يضطر عقلك انه يدخل في مغالطه رهيبه عشان تبدا تقنع عقلك بعدم وجود الاله، وهتضطر انك تتجه لفكره النشوء والارتقاء ونظريه التطور والانتخاب اللي احنا قلناها قبل كده. وطبعا هو يقول لك لا، ده التطور مش على التوالي، ده تطور شجري. كلام فارغ وضحك على الدقون. يعني التطور ده واتيفر ايا كان، ايا كان التطور. You know what I'm saying here, like this guy here is so fucking cool man, he's saying whatever this means, you know. يا ابني حرام عليك يا ابني. يا ابني حرام عليك، انت ما عندكش خد بلاستيك. مفيش يعني. حرام عليك يا شيخ. ايه بقى انت لو مفيش اله هتضطر ان انت تلاقي اسباب. اه والله، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، يعني مش غريبه. يعني مفيش اله فبنعمل ايه؟ بنلاقي مثلا الست اللي مش عارفه تولد دي، ما بنقولش ربنا عمل فيها كده، بنكتشف ان مثلا راس الجنين اكبر من حجم الحوض، عضلات الرحم ما بتنقبضش زياده، في مشكله احنا عرفناها ما نسبناش الموضوع لالهك، فنتج عنه ايه؟ ان احنا تقدمنا واخترعنا حاجات، فالست اللي عضلات الرحم بتاعتها ما بتنقبضش انقباضات زياده عشان تعمل اكسبانجن للجنين، بنديها حقنه تخلي العضلات دي تنقبض. اللي بقى راس الجنين اكبر من الحوض بتاعها، بنعمل لها سيزيريان ونطلعه. اهو لما لقينا ان مفيش اله وتصرفنا احنا عشان ندور على اسباب، لقينا الاسباب الفعليه وعرفنا نحل المشكله. السرطان ده زمان كان بيقول عليه مرض الموت، كانت ايه السبب؟ محدش يعرف ايه السبب. لا، اكتشفنا ان ده عباره عن ورم في مكان معين لدرجه عرفنا الجين اللي مسبب ليه، وفي بنعمل دلوقتي ضربات استباقيه لانواع من السرطانات. السيدات اللي عندهم انواع من السرطان من الجينز زي الهرتونيو والانواع الجينز ديت، بتبقى النوع ده منتشر في النساء العيله مثلا، فالبنت عند سن معين ممكن نعمل ضربه استباقيه نشيل لها المبايض قبل المبايض بتاعتها ما تعمل سرطان، لان امها وخالتها والعيله بتاعها كان فيهم النوع ده من السرطانات، فعملنا لها اختبار جيني ولقيناها بوزيتيف، فكده نسبه كبيره ان هي هيجي لها نفس النوع، فنروح شايلين المبايض اصلا. اهو شفت النتيجه، حميناها. لو كنا اعتمدنا على النظريه الوسخه بتاعتك كنا هنقول اه والله دي حاجه بتاعت ربنا. طب ربنا بيعمل فيها كده، اصل ابتلاء، جنبناها الابتلاء. شفت الهك ضعيف قد ايه؟ عايز يبتلي واحده واحنا شليناه وخليناه ما نعرفش يبتليها. ايه رايك؟
واعتمدنا على ايه بقى؟ على نظريه النشوء والارتقاء بتاعت whatever, you know what I'm saying man, like whatever, he's so fucking cool dude. قول يا عم. وبعدين ما انت مش فاهمها بتتكلم عليها ليه؟ واضح ان في حد قال له, واضح ان في حد قال له الكلام اللي انت قلته على التطور ده مش صح. مفيش سلم تطور ولا الكلام ده, ان في التطور بيمشي بالشكل ده. فهو شايف انها مش فارقه. طبعا ما انت مش فاهمه بتتكلم عليه ليه؟ مفيش داعي يعني, مفيش داعي تتكلم عن حاجات ما تفهمش فيها عشان ما يبقاش شكلك بايخ يعني. حاجه مؤسفه يعني. اه والله. التطور دي حته جانبيه بس جت كده في دماغي يعني. ايا كان التطور ده, بلوري, شجري, بتنجاني, بطاطساوي, هو جه منين؟ يا الكوميديا. لا مش قادر يا ابني والله. عندنا اتنين بس, واتنين لحم يعني, مش فولاذ ولا حاجه. انت كده دمك خفيف كده, انت لطيف يعني, بطاطساوي مش عارف كده يعني. المفروض ان انا اقلب على ظهري من الضحك. ايه يعني؟ ده انت يا باشمهندس, ايه رايك في الكوميديا ليلى دي؟ لا ده انا خلاص كده, انا رحت عليك خلاص. بتاكد سنه لقدام ها يعني. اللي ايه الحلقه اللي ملهاش موضوع, اللي هي في حته جت في دماغي فانا اقولها اتسجل كده. طلع بيجرى كده قالها وبيسلم على الحاج علي وبيقول انا اتفضل. ايه اللي بيحصل ده؟ مش في سكريبت ولا في موضوع ولا انت محضر ولا انت ايه ظروفك؟ ايه اللي بيحصل؟ اي كلام. انت انا تعبت سنه لقدام ولا سمعت بطاطساوي دي؟ بص قتلنا اول ما قال بطاطساوي دي يعني. ايه الكوميديا دي؟ والله يا هير كمل يا شباب. حصل ان الكائن ده تولد عنه كائن تاني مختلف, يقول لك اه. طيب يبقى في ده اللي نتكلم فيه, وده اللي بنقول ما فيش عليه دليل, وده اللي بنقول ما فيش حاجه تدعمه, وده اللي بنقول ان هو لا يعتمد على برهان, ده يعتمد على تخمينات بحتة. وشرحناها قبل كده. حوش البرهان حوش. التطور ما عليهوش دليل وليس عليه أدلة تدعمه ولا مش عليه برهان. الجنة هي اللي عليها برهان. شفت البرهان؟ انت خدت البرهان ولا ما خدتوش؟ خدته في العطش. اه والله. التطور ده وحش ما عليهوش دليل ولا برهان. طب ايه بقى؟ اه لا انا عندي ابو عيسى عليه برهان, وعندي الجنة عليها بوران, والنار عليها بوران, والابتلاء عليه بوران, وحكمة ربنا عليها بوران. حد يا جماعة مش شايف البوران يعني؟ اللي شايف وانا وانت بقى, وسمعني كلمة حلوة عشان هو محطم. لا ومين اللي بيتكلم يعني؟ بيقول لك التطور ما عليهوش بوران, اللي هو طول الخرف اساس, طول الحلقة بيخرف. خرف بحت. وعلماء البيولوجي دلوقتي زمانهم بيعيطوا دلوقتي. عبد الله انا بالتطور انا عيط بقى. احنا كده يعني هنقفل بقى الجامعات بتاعتنا ونروح كلنا, عشان فشلنا نقنع صاحبنا ده ابو فوطه صفرا ده ان هو ان التطور صح. ان شاء الله عنك مقتنع فيه يعني. ايه تاثيره على العالم ده؟ حرام عليك كده ابني والله. كمل. هرد بيها كلمه واحده على كل اللي اتقال ده. يا عظمك يا شبع. الانسان موزه ولا الانسان والموزه او حاجه زي كده, مش فاكر كان اسم الفيديو ايه, او الانسان اصله قرد, هتلاقوه برضو في سلسله عبثيات. خليني بقى في الموضوع ده. فانت دلوقتي عشان لو اخترت ان انت خلاص انا مش عارف اجاوب على الاسئله دي فانا سالحد, يبقى انت هتدمر عقلك. يا اما ان انت هتختار انك تمشي بالفكر المنطقي السليم. اه انا موجود, انا جزء من الكون, الكون ماده وطاقه, الكون قوانينه قائمه على الماده والطاقه, الكون قوانينه قائمه ان كل مسبب لابد له من صانع ومن سبب. الكوانتم فيزيكس او فيزياء الكم او ميكانيكا الكم او زي ما تكون لا تنفي قانون السببيه. دي مسائل علميه ممكن تراجعوها كلها معروفه يعني. معلش مش قادر مش قادر. انا بعد الحاجات المنطقيه. ما انا ماشي معاك التسلسل المنطقي. لا انا الانسان جزء من الكون, كل مسبب له سبب, والفيزياء كوانتم فيزياء لا تنفي السببيه, ودي حاجات معروفه عارف كده يعني. اسال حاج محمد هنا والله بتاع البطاطا, اقول لك طبعا انا عارف ان الكوانتم فيزياء لا تلغي السببيه.
سهله صح؟ انت بتسمع القهوه لا الكوانتم فيزياء والفيزياء الكميه والميكانيكا الكميه وات ايفر يعني مش مهم مش مهم يا فندم مش مهم الفيزياء الكميه والكوانتم فيزياء هي في التقليه دي عارفها سيد في سكونيا بتاع الطعميه الحاجات دي معروفه اي كلام بقول بان ان انا بان انا بقول كلام عني باين بس كده يا فندم يا حرام يعني حرام يعني مش كده مش كده يعني لما الكوانتم فيزيك وال يعني دي حاجات كده ارميها مش تبع معروفه انت بتتكلم في ابجديات بص اسال سيد فسكوني اقول لك هو بيعمل الطعميه بيبقى عارف الكوانتم فيزياء المقليه بتتكلم بايه قول مش قادر الفيزياء الفيزياء كشفت شعرها وضاعت عليك كده منك الجيل ده بعيد ما عندوش اخوات بلاستيك لا ما جابش خش يا شباب انا اللي صنعني ما ادانيش الاجابه الكامله لكل حاجه وانا عقلي يقدر يستوعب ده لان انا في حياتي الحاجات اللي انا بصنعها ما بيكونش عندها الاجابات الكاملة عن كل شيء الا لو انا اخترت ان انا اديها الاجابات الكاملة عن الاسئلة اللي انا عايز انها تعرفها ايوه وقف قلت ربنا ليه ما اخترت الا لو انا اخترت احلى والله هنا على الحاج اما خلاص انت اللي قلتها يبقى هو ابو عيسى بيشتغلنا بقى بيرازينا يعني من الاخر كده انا اللي اخترت وبعدين حاجات ايه اللي احنا بنخترعها ونديها اجابات دي هو احنا اخترعنا اي حاجه عاقله اصلا او حاجه بتفهم عشان نديها حاجات ايه اللي احنا اخترعناها بنديها اجابات بتتكلم في ايه اساسا انا مش فاهم حاجه هو بيخترع حاجات كل يوم بيديها اجابات بيخترع كائنات عاقله يعني عبد الله في كل يوم بقى يعني بيصحى الصبح يخش الحمام يخترع حاجات يديها اجابات كل يوم ماشي بيطلع اختراعات من كل حته في جسمه موهوب اختراعات طيب يعني احنا استفدنا من الاخر ان هو ابو عيسى هو اللي بمزاجه مش عايز يقول لنا الاجابه من الاخر كده ماشي لا وده طيب. ايه التفسير المنطقي هتمشي بقى بالتدرج المنطقي عشان تقنع عقلك انت انسان جزء من الكون في الكوانتم فيزياء والحاجات اللي معروفه دي ففي واحد خلقني ومش عايز يقول لي الاجابات اقتنعت انا ما الحمد لله لا لا ما اشتريتش ولا اشتريتش ما اشتريتش يا عم انا ما اشتريتش انا عايز ادمر العقل باين ان انا بقول كلام علمي باين ايش تعالى حاج محمد عجبك الكلام العلمي وبعدين كنت اوصل الحته دي يعني مش في مونتاج يعني خلي حد يوصل لك الحته دي مش قصه يعني يمكن الحاج محمد كان قاعد يسمع الكلام اللي هي مش لايف يعني هو مش بيطلع لايف فمش سهله يعني قصه فاضل قد ايه في ام الفيديو المنيل ده يا شباب حاجه بسيطه كده قد دقيقه ولا حاجه طب خلاص نخلصها عشان كفايه كده والله كمل ان هو يديني الاجابات الكامله اللي تريح عقلي اقول لك برضو ما اعرفش انت هنا بتطلب اجابه على سؤال عشان تعرف ليه ربنا عمل كده يبقى انت عايز تكون على درجه احاطته بالمعلومات وعلى درجه قدرته وعلى درجه ارادته وعلى درجه حكمته وعلى درجه علمه انت بتتطلب صفات الهيه وانت قلنا ان انت مخلوق ولست الها يبقى المنطق البشري لا يحيل يعني لا يرفض ولا يجد تناقض بين ولا يجد تنافي بين فكرة الإيمان بوجود صانع ومن فكرة وجود أشياء في الكون عقلنا لا يفهم لماذا هي موجودة يعني مش بالضرورة عشان تكون مؤمن تبقى عارف كل حاجة في الكون موجودة ليه يكفيك الإجابات العامة لكن ستبقى بعض المسائل في الكون اختار الصانع أن يستأثر بالعلم بتفاصيلها له وحده مش هتقدر تعرفها ولا تفهمها الا لما تقابل ربنا يوم القيامه لا استنى بقى استنى ما انت كده نصاب يعني انا لما مش يعني انا لما اقابل ربنا يوم القيامه هيقول لي صح وهفهم يبقى هو يقدر يقول لي دلوقتي ايه الفرق بين دلوقتي ويوم القيامه ولا اي حاجه وليه لازم لا عمال يعيد نفس الفكره تاني اللي هو عشان تفهم لازم تبقى اله طب انا يوم القيامه هبقى اله لا مؤاخذه
لا طب وايه بقى يفهمني بقى؟ يبقى هو نوصل لنفس النقطه اللي انا قلتها، ان هو لو عايز يفهمنا هيفهمنا، هو ملوش مزاج. من الاخر كده الاجابه الوحيده المنطقيه اللي تقدر تقولها ان ابو عيسى ملوش مزاج ان احنا نفهم، هو عايزنا نبقى مترازين كده، ما لهاش حل تاني، ما ينفعش يبقى في اجابه تانية وتبقى انت ما بتستهبلش، لازم تبقى بتستهبل. ولا ايه رايك يا نبينا؟ والله انا يعني هو زانق نفسه في حته، لو عشان تفهم لازم تبقى اله، بس ربنا هيفهمك يوم القيامه. هو احنا يوم القيامه هنبقى اله؟ الاجابه لا، بحسب الفكر الاسلامي لا. يبقى احنا ينفع نفهم الكلام ده واحنا مش اله؟ فرقت ايه بقى ان انت تقول لي دلوقتي من ان انت تقول لي يوم القيامه؟ عشان هو اختار كده، يعني هو بيبطن، بس الاجابه ان هو بيبطن، بس هو راجل بطين وبيبطن، ومش ويفضل بقى يلففك في الكلام اللي هو ايه، العلميه والمعرفيه والقدراتيه والملوخيه بتاعه الاله، ما لا لازم تتطلب ان انت تبقى عندك. يا كابتن انا بسالك انت بتعمل فيا كده ليه؟ انا لا عايز اعرف علميه ولا عايز اعرف ملوخيه، انت بتعمل فيا كده ليه؟ بس انت عملت اعصار في حته، خربت نص المدينه اللي انا قاعد فيها ليه؟ انا ما قلتلكش عرفني علمك كله، انا عايز اعرف انت بتعمل كده ليه؟ ايه الحرام في السؤال ده؟ لا ما تسالش، عشان هو مش عايز يعرفك دلوقتي. ليه مش عايز يعرفني؟ حكمته كده. لا يبقى انت بتبطن بقى، هيعرفك يوم القيامه. يلا هات من هنا، يلا هات انت والحاج عبد. بس ايه رايك يا باشمهندس؟ باين ان انا بقول كلام علمي، باين جماعه اللي ورا باين 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 الكوانتم فيزياء معانا ولا الكوانتم فيزياء والسببيه والمسببيه باين ان انا بقول كلام علمي باين يا عم حاجه المهلبيه. فده انا برد على السؤال اللي بعض الناس بتظن ان فيه تنافي بين الايمان وبين الكون. مفيش تنافي، هو في ايمان ودي حقيقه، الكون له صانع وانت ليك صانع. وانت كده رضيت يعني؟ في حقيقه تانية ان الصانع اللي عملك ده، او بلاش اللي عملك، ان انت مخك لا يستطيع ان يستوعب كل شيء. بس فاين التنافي بين الفكرتين؟ برد على الموضوع ده علشان الشباب اللي دايما بيسالوا السؤال ليه ربنا خلق قطط، الجماعه بتوع القطط والكلاب، قطه بتتعذب، كلب بيتعذب، ربنا خلقهم يتعذبوا ليه؟ يبقى انا يا عم قررت اكون ملحد. انا الكلام اللي شرحته قلته من شويه يرد على الفكره دي، وارجو اكون اجدت في عرضها لكم، ونتواصل ان شاء الله تعالى في عبثيات. لا لا ابشرك ان انت ما اكدتش، انت فاشل. لا 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 استنى 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 معلش الناس بتاعت القطط والكلاب مالهم؟ بدل من القطط بيتعذبوا ويلحدوا، ايه اللي انت بقى ايه ده؟ ايه يعني مش فاهم مين بيودي على فين؟ فين الاجابه؟ مفيش الكلام اللي انا شرحته من شويه، شفت الشرح؟ انا شفت فين هو انا كده جاوبت والله يا انت اللي طمن الواد ده مش جاي كده، ده كده هبل يا خاطب الشباب، انتوا ليه الواد ده فين يعني جبتوه منين تحت بير السلم في الازهر على طول على الجنب اتفضل حاج محمد، باين يا حاج محمد الكلام العلمي اللي انا فاهم، شفتني وانا بشرح عجبتك وانا بشرح فهمت الكلام اللي انت مخك ما يقدرش يستوعبه. طب وانت مخك استوعبه بالذمه يا شيخ؟ انا مخي مش قادر استوعبه، انت بقى مخك استوعبه ازاي؟ يعني انت ما هو في حاجه اللي من الاثنين في الموضوع ده، يا اما انت مخك مستوعبه وانا اللي حمار مخي مش قادر يستوعبه، فانت المفروض تقول لي مخك استوعبه ازاي، يا اما انت كمان مش مستوعبه، فانت جاي تشرح لي ايه؟ تشرح لي حاجه انت مش مستوعبها؟ انت بتشتغل لي بقى. ما لو احنا كلنا مش فاهمين، انت جاي تفهمني ايه؟ جاي تفهمني حاجه انت مش فاهمها؟ طب لو انت فاهمها ما تفهمها لنا، اتفضل سعادتك. ولا هي والله قمه الفشل. افتح لويس يا شباب والله كوميدي جدا، انا ما كنتش متخيل الحلقه دي هتبقى كوميديه. انا تخيلت بقى ان هو هيقول رد هايل مثلا، رد علمي خطير هيفهمنا بقى مثلا بتاع. بس والله نفسي السؤال، سؤال الحلقه موجه للازهر والقائمين على الازهر، الواد ده انت اللي قلت مين؟ نفسي اعرف والله. ومين قال له الحاجات الهايله اللي هو بيقولها دي؟ يعني هو استنتجها لوحده ولا في حد فيكم قالها له؟
عشان برضه يبقى عندنا ايه نبقى فاهمين ولو عندكم منه تاني ما تبعتوش كفايه ما تبعتوش تاني كفايه كده احنا الاستوديو اتملى جدا وواحده واحده علينا اخوانا واحده واحده على الاستوديو اللي يخش في الاستوديو ويلاقي الاستوديو فل لا اليمين ده اللي يخش يلاقي الاستوديو مفول يصبر شويه يعني يصبر له 5 دقائق 10 دقائق وبعد كده جرب تاني لكن هتفضل تجرب هنوقع عنه. السؤال للناس اللي داخل الاستوديو باين الكلام اللي انا بقوله ده علمي؟ ايوه المهم عندي المهم طيب هنبدا ناخد المشاركات بعد الفاصل. ومعانا كابتن جيزس ذات نفسيته. ده كابتن جيزس النهارده طالع الفضاء يا مساء الفل يا دكتور جورج. انا جاي لكم من المريخ دلوقتي، الجو حر هناك، ارجو ان الشبكه تكون مظبوطه بس عشان اركب المركبه يعني. اولا بصوا يعني بالصلاه والسلام على الجيل ده كده، حوار العقل عندي في مجموعه اسئله. تمام، الصوت واضح الاول؟ تمام ماشي. في عندي ما يقارب ال يعني 9 اسئله على الحوار ده. تمام، اولا اي حد مثلا بيقول محدوديه العقل في ايقان الذات الالهيه لازم هو نفسه، ما هو بقى اللي ادعى. تمام، يعني مش انا اللي هثبت لك، انت اللي ادعيت، انت لازم تثبت الاتي. اولا لازم تعرف ايه مدى محدوديه العقل قدام الذات الالهيه، يعني الموضوع ده نسبته عامله ازاي، يعني انت بتحدده ازاي. رقم 2، لازم تقول لي ايه المقياس اللي انت استخدمته عشان تقيس بيه الذات عشان تقدر تقول ان العقل قادر يدركه، يعني ايه هو المقياس اللي انت استخدمته عشان تقيس بيه. رقم 3، المؤمن يعتمد عليه عشان يقول ان الـ ان ربنا غير قابل للادراك، يعني هل يعني هو بيقول لك ايه، ان هو اعتمد على العقل، فاهمني؟ يعني هو اعتمد على عقله، فاحنا المفروض عندنا عقل، فاحنا المفروض نبقى عندنا تقريبا نفس الوسيله، فهو في زياده ايه، فاهمني؟ يعني زياده تقول لنا ايه الزياده. رقم 4، واربعه دي مهمه، ازاي ربنا يكلف عقول مش قادره تدركه انها تعبده، فاهمني؟ يعني ازاي. رقم 5 رقم 5، انا عندي شويه حلوين يعني، استنى بقى. اولا لا اصبر، اصل هو ده فتح في الدنيا خالص، ده ما قالش موضوع اساسا. يعني نفسي اشوف له سبجكت، ما فيش اساسا. لا بس ترى باين الكلام اللي كان بيقوله علمي. لا ده علمي ادبي، يعني مش قوي يعني. علمي ادبي ايه ده، ثانوي صناعي يا عم. رقم 4، اولا العقل القاصر المفروض يفهم ربنا على قد قدرته. تمام، فاحنا قدرتنا احنا عارفين ان هي يعني الى حد ما واعيين انها بسبب الكيميكالز اللي موجوده في دماغنا. تمام، اللي هي هتدينا صوره مؤلفه عن الله. تمام، فالمفروض الصوره دي محدوده بالكيميكالز بتاعتنا، يعني مفيش حاجه اعلى من كده عندنا. تمام، فبالتالي المؤمن مهما عليه هيفضل بيعبد اللي الكيميكالز المحدوده بتاعته بتديهوله، فاهمني ازاي؟ ففي الاول وفي الاخر هيديك اله غير جدير بالعباده، لانه ببساطه شديده محدود بقدرته هو برضه، محدود بالكيميكالز بتاعته، يعني ما فيهوش حاجه زياده، فاهمني؟ وما فيهوش حاجه احنا كلنا ما نقدرش نتفق عليها. رقم 6، هو بصراحه الحكم ده غريب قوي، يعني مثلا انت لما بتعدي مثلا في الشارع بتشوف حجر، بتشوف حاجه، فانت بتقول انا ما اقدرش اشيلها بناء على معرفه، فاهمني؟ المؤمن دايركت اللي بيرزعك ان انت ما تقدرش تفهم ربنا، بيرزعك في دي. طب انت بتعرف ازاي، فاهمني؟ بتعرف ازاي؟ وفي حاجات كتيره، يعني مثلا هو اولا ورقم 6، في نقطه مهمه جدا، اولا هو بيقول لك ان انت مش المفروض تسال، يعني انت مثلا انت المفروض تقوم من غير ما تسال، مؤمن بالكلام ده. تمام، لكن هو بيتناسى فكره مهمه قوي، هو من البدايه قال لك ان انت محدود،
محدوديتي اساسا بتتطلب مني ان انا اسال عشان اقدر اجيب اجابه ترضي المحدوديه بتاعتي، فاهمني؟ يعني لازم الاجابه ترضي محدوديتي. يعني انا مش هو مش عارف هو ليه مش مدرك ان احنا بنسال ان السؤال نفسه نابع من المحدوديه مش من الكمال. يعني احنا لو كاملين هنسال ليه؟ يعني فاهمني؟ اجي اسالك ليه لو انا عارف؟ اخيرا الفيلم اللي كان طالع فيه مع رشدي اباظه لما قال له اروح الفضاء بسفينه ليه وانا مش عايز. والله حاجه غريبه يعني. برضو في حاجه برضو غريبه، هو مثلا هو عنده معرفه، تمام؟ يعني هو عنده معرفه مسبقه عن ربنا، هو بقى عرف ازاي ان المعرفه هي الاجابه اللي عنده هي الاجابه الصحيحه الشافيه اللي ممكن تكون فعلا الحقيقيه؟ مثلا انت بتخش امتحان، اكتب لك اسئله وتكتب اجابه، كل الطلاب لا يمكنهم تصحيح اسئله بعض، تمام؟ حتى لو كان الطالب ذكي جدا يظل في الاخر مش زي المدرس، فاهمني؟ المدرس هو اللي في الاخر عنده المعرفه النهائيه. فاحنا كلنا كبشر زي الطلاب في الفصل، لا يمكن لاحد فينا انه يكون عنده حاجه زياده، تمام؟ تخليه عنده الاجابه الصحيحه 100%. مين بقى اللي عنده الاجابه الصحيحه 100%؟ طيب ابو عز مش موجود. بس وبعدين هو اتكلم برضه يعني في معضله، اتكلم عن معضله الشر، تمام؟ وقال ان في يعني شر وما الى ذلك، تمام؟ اولا هو في نقطه مهمه جدا، اولا ممكن يكون في اسباب للشر احنا مش عارفينها، بعيدا بقى عن اله، بعيدا عن كون، ممكن يكون في اسباب احنا مش عارفينها، تمام؟ ثانيا هو تعريفه للشر التعريف الديني بس، فاهمني؟ يعني اللي هو اساسا غير متفق عليه، يعني هو ما عندوش اس اي كده سيستم يعني نعتمد عليه، ما فيش، فاهمني؟ يعني مش كله متفق عليه، ده هو بس الفئه دي، فاهم؟ مش حاجه فول يعني. ثانيا اولا اقصد يعني هو مش ممكن، يعني في رأي الشخص يعني مش ممكن انه يكون في اله عظيم يسمح بوجود شر الا يعني في حاله انه لو احنا عارفين طبيعه الاله، يعني لو احنا عارفين الطبيعه دي احنا نقدر نقول ان اللي بيحصل ده اوكي يمشي او اللي بيحصل ده ما يمشيش، تمام؟ فاحنا بقى بنقول، هو بقى بيقول لك بقى ان انت ما تقدرش تعرف طبيعه الاله ده، فليه هو بقى بيجاوب بانه لا؟ يا الصراحة دايرة غريبة أوي. بس باين الجماعة اللي ورا باين ان الكلام اللي انا قلته علمي ولا ايوه؟ بس هو بيقول لك باين الكلام علمي باين. بس انما هو الصراحة ما يعني الصراحة هو خرب الدنيا خالص. صراحة الراجل ده ما هو الدنيا. الله العظيم ما هو الدنيا خالص. بس شكرا. ربنا ولع فيه بجهاز الصراحة إن كان موجود ولا لا. العادي نوم معه. السلام. شكرا. أبينا الوصف في الأم بسام. مراسلنا من عليكم. مجيحة حمشي. ازيك يا باشمهندس عمر؟ ازيك يا باشمهندس؟ يعني الراجل بتاع علم بقى وكده، ما طب ما ترد عليه. طيب لا بعد الحلقه بين الاسقف. على فكره الفيديو دوت علم علمك يا جو. علمي مش انا عايز اعرف بس والله. انا ادبي معلش ما بفهمش. هو قال لك الحاجات دي اصلها معروفه يعني، تمام؟ بس انا ما اعرفش ايه اللي جاب الكوانتم فيزكس جنب الميكانيكا وغير برضه، يعني هنعمل ايه طيب؟ اي حاجه وتفر بقى واو الف طه كده يعني. وعلى فكره في اول مقطع في الفيديو بتاعه قال مصيبه سودة، قال ان احنا نؤمن بربنا بوجود العقل، يعني احنا بنؤمن بعقلنا. طب ده ضد القران وضد كل الكلام اللي في الاسلام، ولا انا مش صح يا عمر؟ بس نؤمن بالعقل اللي هو القاصر.
اه حبيبي ايه رايك؟ هو طبعا كويس ذاتيا. انا اول ما سمعته بيقول ان احنا بنؤمن بالعقل قلت بس ده كده بس، انا ما اعرفش ايه الفيديو. هو هدومه طالعه بنفس لون الارض اللي وراه، وما اعرفش اصلا هو بقى هوملس ولا ايه، بقى قاعد في الشارع ما بقاش في حد. محمد كان معدي من ورا كده بقى، اتفضل عامل ايه؟ ده هو الجماعه اللي ورا علمي ولا ايه؟ ده تلاقي كاميرا مان، ده تلاقي كاميرا مان اللي كان اخترناه وبيعناه. ده تلاقي الكاميرا مان بس عشان يوري يعني ان ليه شعبيه وكلام زي كده. انا اصلا مش عارف ازاي فوق المليون متابع لواحد بالمنظر ده، انا مش عارف يعني فعلا. ما هو مش عارف يعني المليون متابع دول ايه مثلا، علماء مثلا؟ ما هو اكيد شبهه يعني. معلش عمر انت بتتكلم كلمه علم تقيل، انا مش فاهم منك ولا كلمه معلش. لا عمر هياخد كلام علمي. لا 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 شد شويه جورج. طيب ومصاحب كوره من نيوزيلاند وتحت بير السلم ما تشيحه حج. يلا متشكرين. بالحب 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 يا سام بيه، بالحب بالحب. طارق بيه لو سمعنا اتفضل. انت الخد يا مرسول واضح؟ لا استوسي في خشوالة جامدة. لو فتح اليوتيوب في اليوتيوب وسمعنا في اليوتيوب. لا 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 طب بص اعمل ريفريش وارجع تاني يا طارق هدخلك على طول. لمي السلام عليكم جلدة الحنفية، عليكم نبينا الفاضل المهندس عمر ياسر شبح. معلش صرت ادخل كتير عليكم هالايام بس المهم مش هطول ان شاء الله. في معلش اعذرني، في آية في القرآن برضو يعني بتقول لك نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، تمام؟ هذه اللي هي الجنة صح؟ طب معناتها إن أنت لما تروح الجنة ماشي الله حيشيل منك الغل. طيب وخلينا مثلا أعطيك أكم شوية مثال عن الغل. أنا الحين في الجنة، معلش أبو عيسى يا عمي شيل الحور العين كلهم بصير؟ معلش أبو عيسى دخلني الفردوس مباشرة حيرضى؟ لا. طب معلش أبو عيسى أنا عايزك تبعت كل واحد في الجنة للنار وتخليني بس أنا في الجنة، بيصير؟ لا ما بيصير. أبو عيسى خلي الجنة لاس فيغاس، بيصير ولا ما بيصيرش؟ طب معناته أنه أنت إذا أنت بتنزع الغل بتنزع أي نوع من الشعور السلبي أو المشاعر اللي هي مثلا زي الطمع أو الحقد أو الكراهية أو الغيرة، لا معناته أنت مش أنت في الجنة، يعني أنت غير عن الشخص اللي أنت في الدنيا، يعني أنت إشي مختلف تماما. لم يتفتح مصيبة كبيرة هنا، بيقول لك على سرر المتقابلين، يعني أيوه. قاعد على السرير وفي واحد صديقك قاعد على السرير وانتوا الاثنين بتلعبوا وحيب نفس الوقت، ما حيب برضه. وهيبقى في غيرة أكيد، يعني ممكن تشوف حاجات معاه أطول ولا بتاع، تبقى كارثة. نو برايفسي خالص. اه مش عارف والله. ومعلش يعني مين بده يقعد 70 سنه يعني شغال بس حمامات؟ في واحد ثاني جنبك بيعمل. وانت تقول له حماده خلصت ولا لسه؟ جيب لي مراتي معلش من جهنم بس شويه. هو بيعرف منين ان هو خلص اساسا ما دام ما فيش ايجاكيوليشن، يعني بيعرف منين؟ مش عارف. ولا لما يزهق بيجيب هوا يمكن. بيجيب تراب. ماشي والله. وكمان بس معلومه بس، انت الحين لما تقول ابو عيسى له حكمه في الشر العالم وما شابه، طب ما هو كلية القدرة، ما هو يا إما يعني بيقدر يخلق عالم ويضل الحكمة هذه اللي هو بيريدها بس من غير شر، مش هذا في قدرته؟
هذا في قدرته. واللي انت قلت هيك معناته انت معلش لا معلش في حد يتكلم؟ لا لا كمل. هو المفروض لو هو كليه قدره يعمل اي حاجه هو عاوزها. ايوه بالظبط. فيعني ايش ايش قصه الحكمه من الحكمه من تقليل القدره؟ يعني ممكن مثلا لو كنت شويه تعبان يعني وسقطت يعني جود سكول ماشي ممكن نقبل انه هو يعني بيحتاج انه الشر يكون ضروري، بس لا انت كليه القدره. واخر حاجه لو 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 ما كانش في عداله في الدنيا ايش هي الضمانه انه يكون في عداله في الاخره؟ ما هو ما فيش ضمانه. انت بتقول لي انه الله عادل وكليه العداله وما شابه، ما شفناش عدالته على الارض، الناس الأشرار بينهبوا بيسرقوا يعني وبيعيشوا حياة زي الفل، وإحنا الطيبين المساكين الغلابة يلا أعبدوا الله ومش عارف إيش وبناكل يعني معلش هوا في النهاية. بعدين بقول لك لا استنى استنى بقى لما تموت ويروح نصيبك وتروح حياتك هتلاقي عدالة خطيرة جدا، إلا بشرط أنك تؤمن فيها وإلا يعني إيش حلسوعك يعني معلش. استنى لما تموت وبقى تعالى تف على عمري بعد. ايوه يعطيكم العافية ومع السلامة. نورتنا شكرا حبيبي. امين يسعد لي مساكم، انا من المرة الثانية او اليوم الثاني على التوالي معاكم. منورنا. بس ما بعرف اذا ايه حبيبي اذا انتبهتوا على على وصف الجنة تبعيته. هو مواصف الكانوا أو التمنيات أهل هذيك المنطقة بالذات، يعني إنه نهرا من العسل، نهرا من الـ من الـ ما بعرف شو الخمر. طيب أنتوا إنه هو كتير بهيم يعني أو مزاجه مضروب إنه يشرب عسل وبعده يشرب. لازم هريرة ما تنساش دي. تماما إنه بيشرب عسل وبعده. بيشرب عسل وبعدين بيشرب خمر بيرجع بعد يعني يعني بيرجع بيراجع كل شيء يشربه يعني يعني ما يعني غير منطقي الوضع تماما يعني. زائد شفت جالسون على أرائك لأنه هنن ما عندهم هالشيء يعني هنن كانوا يشوفوا الفرس يشوفوا الغير حضارات تانية شو عندهم شو موجودين عندهم يتمنوا إنه هاي الجنة اللي إحنا بدنا إياها ومنتهية يعني. يعني ما بعرف واحد يحكي فصلان عن الواقع كيف عم يقدروا يصدقوا هذا الكلام أنا ما بعرف جد. هزلت هزلت هزلت. في عندي بس تمني صغير عليكم. في شب في شابين أنا في كمان متابعون على على اليوتيوب إنن أو قناتين يعني حوارات نضال وقصي إذا بتعرفون هنا الشباب سوريين وكذا عن جد عندهم كتير مواضيع حلوة أن يطرحوها. بتمنى يكونوا متواجدين معاكم كمان بالقناة هي يعني تتضافر الجهود مثل ما بيقولوا يعني. يسعد لي مساكم ويسعد لي صباح اللي عنده صباح هلا وموفقين. شكرا شكرا أمين بك. سيد القوم السلام عليكم. أهلا وسهلا باشا. وأنا بس معلش كان عندي كذا حاجة كده عايز أقولها وأحاول أختصر يعني أحاول أكون بسرعة. ودلوقتي بيقول لك ايه انت ما تقدرش تحكمه انه يعرف كل حاجه علشان انت مش زيه انت مش اله. ابو عيسى بس هو اللي ليه حق انه يعرف كل حاجه. والدليل بتاعه ان انت لو اخترعت مكنه واللي هو مش عارف هو مالش اخترعت حاجه مش هتبقى عارفه كل حاجه. هو كلام ملوش اي معنى انا فاهم بس. يا حبيبي احنا دلوقتي الانسان بيحاول يعمل اندرويد او فيرتشوال ماشين او اي نيله ويعرفه كل حاجه. ده اللي احنا بنحاول نعمله اصلا. فان احنا بنحاول نعمل ذكاء اصطناعي يكون ذكي فشخ بس احنا مش عارفين لحد النهارده. هل ابو عيسى معرفش يخلينا احنا كمان هو معرفش؟ فده دي بتاعته بقى. وانت إيه يا ربي كابتن جيسوس شال كلب. لا ده مش جيسوس ده اللي هو من جون ويك الفيلم. لا يا عم انت هتسوي مين بمين يا نبينا استغفر الجلد. طلع شال خروف المره دي شال كلب. يعني كنت طالب منكم بس لو حلقه ميم ريفيو والله الناس الكفار دول بيعملوا شويه ميمز جامده فشخ. فحلقه ميم ريفيو كده للناس الغلابه بس واستودعكم للذي تضيع مع ودائعكم. شاكرين جدا طارق. طارق يفتح المايك.
مرحبا. مرحبا. مرحبا يا لبينا. نور. اولا انا بحكي انه كل محاولات الشيوخ هاي هي عبارة عن محاولة لجعل البولشيت اللي بالحياة فيه من وراء حكمة. يعني كل المشاكل اللي بالحياة هاي في من وراء حكمة، كل العالم البائس هاد في من وراء حكمة. يعني هو عنده حكمة، يعني حكمة غريبة. يعني هو انت كنت بتحكي هذيك اليوم عن التصميم الذكي، كنت بحاول ادخل احكي كلمة. يعني هو قرر يعمل تصميم ذكي وحاجة حلوة وحياة جميلة، شو العبرة بالآخر منها؟ عشان يولع في أمها، عشان يولع في الناس، عشان يدخل 1 مليار منهم الجنة ويولع في الباقي. هو يعني هو خلص بحب يولع فين. هو يعني أبو عيسى بنبسط هيك الصبح لما يتصبح يشرب فنجان قهوة، ما بيعرفش يتصبح إلا لما يشم ريحة جلد بشر بيتحرقه. هو كده بيتبسط، هو كده مبسوط. هو بني آدم نازي، بني آدم دموي، بني آدم بيستمتع وهو بيحرك فينا. ويعني إنه جعل هذا العالم كله فيه من وراء حكمة، يعني دمار، حروب، أمراض، أوبئة، عنصرية، كره، توجيه، مشاكل، كل هاي. وفوق هذا كله خلق إبليس عشان يسلط علينا، يطلعنا عن دين أمنا. يعني هو يعني أنت لو تشوف مثلا رئيس دولة بحكي لك إنه هو كلية الحكمة وكلية القوة وكلية القدرة وغني وعنده اقتصاد وكلية الفلسفة وكلية العلم، تدخل على الدولة تبعته تلاقي الناس بالشارع، واللي ميت من الجوع، واللي مريض، واللي مش هاي حد يعلقه، واللي مش هاي حد يعبره. هذا مش دليل على إدارة، هذا مش دليل على أنه كون محكم، هذا مش دليل على أنه في مانجر ناجح قاعد يعني في مانجر ناجح هو اللي بتحكم بهاي الأمور، هو اللي مخلي هاي الأمور يعني مخلي الحياة حلوة. طلع على الحياة من حواليك، كلها حياة، كلها مشاكل، كلها، بس هم بيحاولوا يبرروا يخلوا انه هذا الشيء في وراء حكمه ابو عيسى هو عمله. فانا مش شايف انه يعني انه هذا الشيء منطقي، ومش شايف انه يعني يعني انه الحياه هي حلوه زي ما هم مفكرين. بالعكس، البشر القديم كان بشر تعبان. الحياه حلوه حاليا، انت لما تتصاب بالشارع بيجي امبولانس بياخدك، مش مشان ابو عيسى بعت لك الامبولانس ده يا عم، عشان العلم. هو اللي عمل الطب، وهو علم امبولانس، وهو عمل سيستم انه انت لما تمرض تتعالج. مش ابو عيسى هو اللي بيعالجك لما انت تمرض، مش ابو عيسى هو اللي بيشغل لك الدفايه لما انت تبرد. هو يعني هو ما بيهتم فيك، العلم هو اللي بيخلي حياتنا حلوه. يعني انت طبيب يا نبينا، الاطباء بيلتعن ميتين ابوهم وبيعالجوا بالمرضى، بالاخر يقولوا لك ثانك يو جيسس، ثانك يو ابو عيسى. بيخترعوا وبيعملوا وبيسووا، بالاخر بيروحوا يشكروا ابو عيسى. وشكرا لك يا نبينا، شكرا لك يا مهندسنا، ويعطيك الف عافيه. شكرا. اهلا حق محمد، افتح المايك يا حق محمد. حق محمد يا حاج، انت نفس الحق محمد اللي كان معدي هو بيعمل كده ولا مايكك؟ يا حاج محمد، في حاجة عندك حاج محمد؟ طب لو حد حاج محمد مايك، ايوه افتح المايك يا حاج محمد، قول بقى. ايوه تمام كده. ايوه مية مية كده. ايوه تمام. بصراحة انا اقتنعت قوي، بصراحة انا اقتنعت بالكلام، والكلام علمي قوي بصراحة. اشكرك على الاجابه دي، انا بس عليها من بدري. يعني لما واحد يسمع فيديو زي ده، لو ما ماتش نص خلايا مخه ده يبقى معجزه. يعني هو بصراحه يعني هو في اعتراف بالنسبه لي كواحد من كهنه الالحاد، فانا اللي اضفت الايات بتاعه مثنى وثلاث ورباع وايات العبوديه والحاجات اللي انا اضفتها لك في القران، هي ما كانتش موجوده اصلا. انا بقول ما حدش يسال عنها. يعني فعلا عبد الله رشدي بيتفادى الكلام في الحاجات دي، ومناظراته كلها مناظرات مع الجماعه المسلمين اللي بيحاولوا يعني ينقحوا التراث، فدايما بيهزمهم ان يزنقهم في النصوص بتاعت القران والسنه. المناظرة الوحيدة اللي عملها بره الموضوع ده كان مع واحد مخبول بيدعي الألوهية،
بس يعني واحد هربان من المستشفى عنده وجع عقلي. ففعلا ده هو اخره، يطلع فيديو مسجل يقعد يهري زي ما هو عايز ومحدش يرد عليه، ولما حد يرد عليه تعليقات ولا حاجه يمسحها يقعد يشتم فيه. يعني هو مؤهلاته ما تزيدش عن كده ابدا. يعني الكلام علمي. شكرا مدينة، شكرا رحيم صايم. كلام علمي بالنسبة لي ان هو علمي. باين باين قوي انه كلام علمي. خصوصا الفيلسوف الروسي، بدل ما قال الفيلسوف الروسي والعالم المسلم والناس دي يبقى كلام علمي جدا. شكرا حاج محمد. شكرا نبيا، شكرا بفرنسا عمك، شكرا يا شباب، بالحب 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 بالحب. شكرا حاج محمد. ناخد نزار. نزار لو سمعنا اتفضل. السلام عليكم دكتور جورج والاخ عمر بن العاص، او مش بن العاص، مرحبا. اظن ان رشدي يتحدث يعني عن اشياء هو من وجهة نظره. يعني نحن جميعا نعرف بأن العلم، الكثير من الإخوة تدخلوا قبل مني ويقولون العلم العلم العلم، يعني إذا نظرنا إلى تاريخ العلم يعني بدأ يتطور في 100 سنة الأخيرة. يعني ليس، وإذا أخذنا هذا أنا بحكم شغلي أعرف أن يعني العلم اللي كيشوفوه الناس دابا يعني كبير وشي حاجة كبيرة، يعني ما زال. أنا إذا كان سلم العلم 10، يعني نحن الآن في هذه اللحظة هذه 0.000000 قدامه، يعني فاصلة 2. يعني مثلا أنا هذا الشيء اللي كيبان لي، أنا العلم باقي متخلف جدا. يعني مثلا What's the point? Go straight to the point. أنا ما متمكنش في اللغة الإنجليزية بزاف. يعني إيه اللغة؟ ماشي مشكلة. العلم متخلف دلوقتي. قلت point. نوصل له كمان 100 سنة. موافق. إيه بقى النقطة؟ لا يعني عقلنا، يعني العقل القاصر، يعني طبعاً عقلنا قاصر. يعني مثلاً كوكان عقلنا ماشي قاصر. الشمس يعني أبسط الظواهر الطبيعية ما نقدروش نوصلوا له. ما يعني قارن عقلنا ظاهرة طبيعية. عندك تفسير الشر المطلق اللي في الكون؟ احنا عقلنا قاصر، انت عندك تفسير؟ انا التفسير اللي انا عندي بان الله سبحانه وتعالى يعني اكبر منا، يعني عند عقله، يعني نحن لا ندركه. يعني نفس الكلام اللي قاله عبد الله رشدي. فانت ايه الفرق؟ يا ولا انت موافق على الكلام اللي قاله عبد الله رشدي؟ لا انا 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 ماشي، انا موافق، انا طبعا موافق. علاش موافق؟ لان مثلا الاسئله بقى اللي احنا سالناها لعبد الله رشدي، عشان عبد الله رشدي مش مثلا اتفضل. مثلا قلنا انت يعني هو عارف السؤال السبب ومش عايز يقوله لنا ليه. هو يعرف ليه. ليه انت عايز؟ احنا بيحصل فينا كده على فكره، مش هو اللي بيحصل فيه كده، احنا اللي بيحصل فينا كده. شوف انا اقول لك، يوم ما تخلي ما توصل دابا مثلا الانسان العقل ديالنا دابا مثلا واحده واحده أوكي. هو ابو عيسى عايز يعمل الشر ده في حد ذاته. الشر بمفهومك انت شر، بمفهوم اخر. لا ابو عيسى عايز يعمل الشر اللي بتحصل، الحاجات الوحشه اللي بتحصل دي اللي انا شايفها وحشه، بغض النظر بقى عن ابو عيسى. لا احنا في الاسلام، احنا في الاسلام عندنا الله هو الأول والآخر. يعني قادر اسمع بس خليك دلوقتي. حصل إعصار في قرية معينة، أهلك نص القرية. أوكي حلو. أوكي إيه السبب؟ نعم السبب عند الله سبحانه وتعالى. علاش أنا أقول لك لماذا؟ لأنك أنت ولا أنا ما يعني هم ماتوا دابا مثلا نحن نصنع السيارات. أيوة إحنا مش دمرنا 1000 سيارة. لما مثلا لأنك لأن عقلك قاصر. أنا أقول لك لماذا عقلك قاصر. أنا مالي عقلك قاصر؟ أنا حصل فيها شر. هل أنا محتاج عقلي يبقى مش قاصر عشان أفهم الشر ده حصل ليه؟
الشر بالنسبه لك انت انت بالنسبه لي ناس ماتت ده شر بالنسبه لاي حد ولا هو لا ماشي الناس ماتت فهمنا يعني هو مش قادر على انه يفهمك ولا دي مش من قدراته يعني لا عقلك ما يقدرش هو يعني لا يقدر هو مش هو اللي عامله العقل ده ولا انا اللي عامله نعم شوف شوف. مثلا خليني اتكلم دقيقه مثلا عقلنا ده دقيقه واحده عقلنا مثلا يقدر يوصل لابسط ظواهر طبيعيه مثلا الشمس تطلق شعاعها يوصل في الارض الله يخليك 8 دقائق انا على انت يوم اسمعني بس انا على اليوتيوب من يناير 2012 اليوتيوب اختراع اسلامي هذه اول اضيف الى معلوماتك اليوتيوب اخترعه الاخ جاويد كريم يعني باكستاني يعني انا على اليوتيوب من 2012 قعدت في المحادثات اللي زي اللي انت بتقولها دي كتير اللي انت بتعمله ده اسمه اتفسحنا تقعد تقول لنا بقى الصور اسالك سؤال محدد عقلك محدود يعني عقلك عقل محدود ليه لا لان الله صنعك هكذا انت شوف عندك سبب مزاجه كده يعني هو مش عايزنا نبقى فاهمين ده هو ده الهدف بقى الهدف ان احنا ما نبقاش فاهمين هو ده الهدف ده هدف حد ذاته انت ما يمكنش تعرف الهدف لانك لم تلتقي بالله سبحانه وتعالى يوم تلتقي به سترى السبب يعني هو انت الان طيب انا عايز دليل بقى على الكلام اللي انت بتقوله ده انا عايز دليل ان انت هتلقاه وهو هيقول لك السبب انت ما عندكش دليل بانني مع الله انا ما يمكنش حتى انت لنا بقى الدليل ولكن... الدليل اللي انت دكتور دكتور حتى انت ما عندكش دليل بانني مش حقب الدليل لا 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 شوف انت دليل يعني في واحد لا حتى انت تدعي بانه ليس هناك شيء انا ما ادعيت انت تدعي ان هناك اله وانت هتقابله اتفضل قول لنا الدليل. لو كنت ما تدعيش حاجه ما كنتش تعمل حلقاتك يعني سلسله حلقات من 2012 اذا كنت لا تدعي شيء ما يمكنش لا انا كل الحلقات برد على ادعاءاتكم انا لم ادعي شيء انا لا شوف الانسان كامل يعني بغض النظر على انت من هالطرف ولا من الطرف الاخر يعني عندك معتقد انت لو كنت ما عندكش معتقد ومؤمن به معلش انت كده بتلف وتدور انت ما اديتلاش اجابه على اي حاجه لحد دلوقتي كده بتفسر لا انا كنقول وجهه نظري يعني اللي يعني انا متفق فاهم قول لنا اللي انت فاهمه ولا الصياده حاجه عند ربنا طب هو مش عايز يفهمنا ليه مزاجه كده طب احنا ما احنا وصلنا لا ماشي مزاجه كده انت عقلك قاصر يعني ضعيف يعني مثلا انا في خدمتي يعني مثلا انت بتحط حدود على قدرات الاله ليه لان انت بتقول ان في هدف بس هو مضطر يعمل مش كده حدود لا حدود في عقلك انا يعني مثلا انا في خدمتي يعني مثلا انا عندنا في واحد شركه يعني كنصغبوا يعني بروسيسورات ديال لي بي سي بروسيسورات ديال لي بي سي كان يعني انا نحاول نبسط حتى الفرنسيه بعيده شويه على الانجليزيه يعني وبمناسبة يعني الاختراع اللي معتمد عليه الصناعة ديالنا تماما من أخ مصري عندكم مهم مش فاهم أي حاجة أنت فاهم أي حاجة دكتور هو بيفسحنا بس ما أنا عارف أنا قلت نظرية فندم عبيله وديله نظرية عبيله وديله وفسح وبعدين لا انا مش عارف لان الاستوديو مليان استوديو مليان يا نبينا تحياتي ان شاء الله نبقى نعرف لما نوصل شكرا نزار ان شاء الله لما نتقابل شكرا دكتور شكرا ربنا يخليك ناخد هاني ازيك يا شبح وازيك يا عمر ازيك يا جورج انا بصبح عليكم واحب اشكركم جدا انا كان عندي سؤال للدكتور جورج لان لو في حد بيعرف يثبت حاجات زي كده هو مش احنا المفروض نسمع
ان هو مثلا معاه جائزة نوبل او حاجة زي كده، يعني هيبقى مشهور جدا اذا فعلا ثبت ان في حد خلق الكون وكده. ده السؤال الاول. السؤال الثاني هو حلقات حضراتكم بالعربي، بس في مثلا واحدة زي جاكلين جلين، انا ما اعرفش حضرتك تعرفها ولا، بس هي دايما اغبى اسئلة بتجيلها، انا لاحظت انها بتبقى جاية من الشرق الاوسط، فهل حضرتك تعتقد ان الناس زي الاستاذ الدكتور عبد الله اللي معاه 2 دكتوراه وواحد طعميه والعالم دي، هل تفتكر ان دول بيلعبوا دور في ان يبقى مستوى التفكير في الشرق الاوسط منخفض مقارنه بدول اخرى؟ وانا بشكركم جدا وبتمنى لكم يوم سعيد. شكرا نبيل. لا انا متهيألي ان هو ده اعتى ما لديهم يعني. والله يعني هو مش بيلعب دور اي حاجه، هو ده افضل واحد هم لقيوه فقال لك يلا روح بقى كلم الناس. هايل يعني. احمد 2021 تفضل. تحيه لكم جميعا. صوت واضح اخ جورج؟ واضح تمام تفضل. ايوه شوف اخ عمر، تحيه اليك وتحيه لاخواننا كاع الموجودين والاخوات. عندي اريد حل مساله من عندك يا اخ جورج، اجوبتك يعني مقنعه وتهدي القلوب والاعصاب وترتاح لها الانفس، يعني اجوبتك يعني مرضي. أم لها 3 أطفال وتوفوا كلهم، يعني ماتوا كلهم. الأخ الأكبر له 60 سنة، والمتوسط له 30 سنة، والأصغر عنده 7 سنوات، يعني مرفوع عليه القلم. يوم الحساب الأكبر كان مصيره الجنة، جنة الفردوس، يعني أعلى مقام في الجنة. أما الأخ المتوسط كان مصيره جهنم، أفعاله كانت أفعال سيئة لا ترضي الله، يزني، يسرق، يكذب إلى آخره، ولا شيء صالح. أما الأصغر مصيره كان الجنة، مرفوع عليه القلم، هذا معلوم عندنا. هنا تبدأ المشكلة. الأصغر طلب من الله أن يكون بجوار أخيه الأكبر، يعني في جنة الفردوس. الله هنا رد عليه، قال له أخوك كان يصدق ويصوم ويقوم الليل وجاهد في سبيلي ومات على الجهاد، لهذا كان مقامه أكبر عندي، يعني جواب مقنع من عند الله. فسأل الصغير مرة أخرى الله، الصغير سأل الله مرة أخرى، لماذا توفيتني صغيرا؟ لو تركتني لفعلت كما فعل أخي الكبير وكنت معه الآن. فرد عليه الإله بقوله الجميل، من رحمتي توفيتك صغيرا، لو تركتك تعيش ستسرق وتكذب إلى آخره ويكون مصيرك جهنم. سكت الصغير، جواب مقنع من عند الله. فنطق الأخ اللي في جهنم، كيف يا إلهي تركتني أعيش وأنت تعرف مصيري وتعلم الغيب، لماذا تركتني وأنت تعلم مصيري هو جهنم؟ يعني هنا قال له علاه ما توفيتني الصغير كما اخي الصغير. هنا يعني بغي الحل هنا، يا ما هو رد الاله؟ يا اخ جورج فهمت سؤالي؟ هيقول له حكمه. هيقول لك بص اجابه سهله، كلمه واحده، حكمه، مزاجي كده. حكمه. حكمه لا يعلمها ولا الله نفسه، حد مش عارف الحكمه دي. يسأل ولا يسأل. شكرا لكم، شكرا لكم. طارق مرة أخرى. ماكس حسن. سلام وجلدة الحنفية عليكم جميعا. عليكم السلام. الصراحة الكائنات اللي زي الشيخ عضلات والناس دي بيبقوا حاجة مستفزة جدا. هو ايه اللي بيحصل ده؟ في حاجات غريبة بتحصل كده. قلنا الاستوديو مليان جدا، الاستوديو مليان جدا وبيهنج وبيفصل، فواحدة واحدة على الاستوديو نبكوا سوايا. لو ماكس رجع تاني خليه. الله جل جلاله. سلام وجلدة الحنفية عليكم جميعا. سلام وجلدة الله بيقول لنا سلام وجلدة الحنفية عليكم جميعا.
عليكم السلام جدا على بيات. اخواني الفكره ما فيها انه الاسلام عجز عن حل مشكله حل اكثر من مشكله بال طبعا المشاكل العقائديه مثلا فكره معضله الشر عجز الاسلام عن حلها. قال يوجد ابليس، قال يوجد ملائكه تحث المسلمين او المؤمن او الناس كلهم على فعل الشر، لكن هذا الشيء اللي قاله هو بالفعل عجز يعني. وسبب هذا الشيء للناس اللي بعده مثل جماعه الفوات الصفراء مشاكل كبيره وعم يحلوها هلا. وقت اللي بيوصلوا لمرحله ما بيقدروا يلاقوا لها حل منطقي بيقول لك حكمه لا يعلمها الا الله. واذا اذا بتكرر عليهم السؤال مره ثانيه راح يقول لك لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فبها الكلمتين الثلاثه فيهم يخرسوا كل القطيعه اللي عندهم ويخلوهم يلتزموا بكلمة حكمة لا يعلمها إلا الله. فهاي الفكرة من جماعة الفوات الصفراء فقط لا غير. وشكرا لكم و... شكرا مداخل حلوة. شكرا ماكس، كمل مدخلتك. سلام وجلدة الحنفية تاني. فأنا بقول يعني إن هما دكتور جورج وبشمهندس عمر هما فعلا يعني بحس إن هما بيحاولوا دايما في البداية بيسفه من قيمة الشك وقيمة إن الشخص يشك، لازم يسفه ويقلل من الفكرة دي. ما أعرفش الموضوع ده ممكن يكون سببه مثلا إن هو عنده موضوع القرآن ده دي حاجة خلاص يعني سيتلد بالنسبة له، ما فيش تفكير فيها أبدا طيبة فيه مثلا. فاللي هو احنا يعني مفيش داعي ان انت تشك في اي حاجه خالص، الموضوع منتهي، الموضوع هو الكتاب نفسه بيقول ان هو لا ريب فيه، فخلاص ما تفكرش في حاجه، ما تتعبش نفسك. لما يجي حد يشك بشكل منطقي او علمي هيرد عليه مثلا زي كده ما حضرتك قلت من شويه كده، يقول مصطفى محمود مع كوانتم فيزيكس مع انا بقول كلام علمي اهو بطاطساوي شكرا بس خلاص كده، وشاورت للحاج محمد وهو معدي بس تمام كده، انا كده ايه يا رديت خلاص شكرا. في نقطه تانية بقى اللي هي يعني في الفيديو ده بالذات برضو استفزتني قوي، اللي هي انه الناس اللي هيشوفوا في الجنه ناس اتعذبت مثلا في الدنيا فهيتمنى ان هو لو كان مكانه او ان هو يكون اتعذب مكانه عشان يوصل للمنزله اللي هو وصلها دي. يعني انا مش فاهم ايه فكره الاله السادي اللي مستني يعذب شخص عشان يرفع مكانته في الجنه بتاعته. يعني انا ما شفتش فكره ساديه اكتر من كده. يعني انا مثلا يبقى واحد بيعذبني ماسكني بيضربني وده قاعد فوق بيسقف مثلا ومستني بقى وبيشجع يعني مقدم واخد بالك يبقى اتصطى طيب. انا مش فاهم يعني لو يشجعه بقى يقول له انا هعمل له بيت في الجنه اديله فستانه بقى كمان واحده ايه الكلام ده. يعني ده حاجه للاسف مستفزه جدا، وللاسف النوعيه دي من الشيوخ او الدعاء بقى ما اعرفش بيتسموا ايه دلوقتي. يعني انا مسميهم اتنشن وورز، ذا اسلاميك اتنشن وورز، وما ينفعش تهل عليهم اكتر من كده. للاسف ليهم متابعين بالملايين. ف يلا جلد بقى يكون معانا ومعاهم. متشكر جدا للمداخله دي واتمنى لكم دايما يعني التوفيق كده في الحلقات الجايه ان شاء الله. وان شاء الجلد. طب اخواننا بالجلد عليكم يا جدعان، بالجلد عليكم اخواننا. يعني مش كده اللي الاستوديو بيهنج وبيعمل حاجات غريبه، لو سمحت واحده واحده على الاستوديو. شكرا لك يا ماكس، وبعد كده معانا اسماء اتفضلي، ولا مريم ولا اسماء بنت مريم. مساء الخير دكتور جورج وباشمهندس عمر. مساء الفل. انا بس الصوت واضح تمام؟ اتفضلي. انا بس كان عندي كام نقطه على اللي هو قاله. يعني هو دلوقتي بيقول العقل قاصر ومش هنعرف ندرك حاجات معينه وحاجات كده يعني. طب دلوقتي المكنه اصلا بايظه، هو بيحاسبني ليه اذا وصلتني لاتجاه غلط؟ مش عارفه. طب ما هي ممكن تاخدني المكنه اساسا، يعني انت جايب لي اساسا السيتنج بتاعي ملعوب فيه مش سليم، فانت عرفت منين ان انت ماشي في اتجاه صح ولا اتجاه غلط؟ يعني وثق ليه في المكنه طالما هي اساسا جايه مش مظبوطه. وبعد كده برضو موضوع التطور اللي اتكلم فيه ده، بجد يا جماعه وحياه ربنا العلم ده فعلا ملوش اهل يسالوا عليه. يعني هو
ماشي كده، طبعا كلها نظريات ومفيش حاجة، بس إن يعني طلع صح كمان، فدي يعني دي طريقة الإله في إن هو يخلق الإنسان. بعد كده طبعا يعني حتة برضو أرجع تاني لحتة إن العقل قاصر دي، يوم القيامة بقى اعرف من ربنا هو عمل حاجات معينة ليه. يعني يوم القيامة المفروض الإله ده بيجهز له من أول ما خلق البشرية، هيجي بقى يعمل لنا، يقعدنا في الكلاس روم اللي هو عاملها ساعتها، فكرني بالمسرحية بتاعت عادل إمام اللي هي بتاعت يعني نابليون ساب المعركة والحرب والجنود وقعد يمضي على أطباق. هو بالظبط كده، ربنا سايب الليلة اللي عملها في يوم القيامة دي وحساب معرفش مين، وكل واحد يتحاسب لوحده، والشمس تبقى فوق رؤوس معرفش مين، وجاي يعرفنا دلوقتي هو عمل حاجات معينة ليه ومعرفش ايه. فبس ده اللي كنت عايزة أقوله، ومبسوط إن أنا اتكلمت معاكم، دي أول مرة وتوتر أول مرة طبعا، فمبسوط إن أنا اتكلمت معاكم. شكرا ليك. شكرا. شكرا. شكرا ليكم يا اخوانا، ودي كانت اخر مداخله معانا، ويعني شكرا للجميع، ونعتذر جدا 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 للناس اللي في الاستوديو، بنعتذر ليهم جدا جدا، معلش دي اخر مداخله. والبث القادم الناس اللي ما دخلتش النهارده هيبقى ليها الاولويه ان هي تخش في البث الجديد. بنعتذر للناس اللي في الاستوديو جدا جدا، احنا عدينا الساعتين اهو. شكرا للناس كلها، وانا بعتذر لكم جدا، انا اسف. والناس اللي موجوده في الاستوديو ما عملتش مشاركات المره دي، هناخد منها مشاركات وهيبقى ليها الاولويه في البث اللي جاي. شكرا ليكم، بالحب بالحب. ناخد بقى مداخلات ختاميه نبينا. اتفضل يا عمر بيه. انا عايز اشكر نبينا على استضافتي في هذه الحلقه، بس في نفس الوقت برضو عايز اعاتبه على المشاكل الصحيه اللي هتحصل لي بسبب الحلقه دي. فنريح بقى شويه قبل الحلقه اللي جايه عشان نستعيد قوتنا. ما انا مش فاهم الكائنات العجيبه دي انتشرت قوي يعني. وفعلا يعني العلم ده ما مالوش اهل يسالوا عليه، كل واحد معدي يقول لك كوانتم فيزياء وبتاعه حاجه، يعني مش فاهم انت مالك ومالك كوانتم فيزياء، يعني ما تخليك في الحاجات اللي انت بتفهم فيها، حاجه مؤسفه يعني. ميكانيكا الفيزياء برضك، يعني ميكانيكا الفيزياء ميكانيكا بقى فيزياء، اي حاجه بقى اللي يجي في ايدي، يعني اللي هو مش انتوا بتسمعوا عن الحاجات دي وبدوروا عليها، فين بقى ادور عليها؟ في اي حته يعني، ما مش هتكلم انا فيها، بس هي دوروا عليها في جوجل. بس وأشكركم على هذا التجمع حوالين هذه المائدة المستديرة المباركة، والمرة الجاية بقى أنا نلتقي مع بعض في حلقة حلوة زي دي. أنا انبسطت بصراحة، بس ما اشتريتش منه يعني. محدش هيشتري على فكرة. طيب نبينا، مداخلة ختامية يا نبينا. شكرا لك يا شبح، وشكرا يا باشمهندس، استمتعت بهذه الحلقه معاك، ضحكنا كتير والله، مع ان هو كان بيحاول يضحكنا في حتت، بس ضحكنا وحصل لنا حاجات كده اللي هي بتعرفها دي. يعني حاجات دي انا ليا تعليقين بس على الفكره العامه بقى كلها. يعني اولا النظريه اللي هو بيقولها دي اللي هو نظريه ايه، ما تفكرش كتير عشان انت هتحط بذرة الشك في قلبك ومش عارف ايه. لو احنا اتبعنا النظرية، لو البشرية اتبعت النظرية دي ان كل حاجة احنا مش فاهمينها او مشكلة بتحصل لنا واحنا مش فاهمينها، نقول ربنا بس هو اللي عارفها وهنبقى نفهمها ان شاء الله يوم القيامة، كان زماننا لحد النهاردة قاعدين جنب الخيمة ربطين المعزتين وركبين الجمل. من الاخر، لان اللي هيفكر بالطريقه دي ان دي حكمه ربنا ودي قدره ربنا وهو بس اللي فاهم وانا عقلي قاصر وكل الخرف اللي هم بيقولوا ده، محدش كان هيتعب نفسه. واحده بتموت وهي بتولد، حكمه ربنا. واحد بيجي له مرض مش معروف يموت، حكمه ربنا. اعصار بيجي في مكان، حكمه ربنا. فيضان بيجي في حته، حكمه ربنا. ففي الاخر هنعمل ايه؟ هنقعد بقى نستنى حكمه ربنا، وان شاء الله بقى نبقى نفهم يوم القيامه. فلا كانت الناس هتعمل سدود عشان الفيضانات، ولا كانت الناس هتعمل تطلعات طقسيه وجويه ومناخيه عشان يتنبأ بالاعصار اللي جاي كمان كام شهر ويستعد ليه ويعمل تهجير لسكان منطقه معينه عشان هتتدمر، ولا كانت الناس هتعمل مباني مقاومه للزلزال عشان خاطر الزلازل، ولا كانت الناس هتعمل اختراعات طبيه ولا اختراعات تكنولوجيه عشان تواجه المصايب، كنا هنفضل كلنا قاعدين بنقول احنا عقلنا قاصر
ومش فاهمين ليه وربنا بس هو اللي فاهم وهنبقى نفهم يوم القيامه. النظريه دي نظريه وسخه وكانت هتسبب تاخير للبشريه اكتر ما هي متاخره. فبشوفوا لكم حجه تانية، الحجه دي ما تنفعش، الحجه دي لو مشينا بيها كان زماننا اتدمرنا كلنا دلوقتي، كان زماننا فعلا ما زلنا قاعدين في عصر الخيمه والجمل. الحاجه اللي بعدها بقى، ودي فعلا بقى اللي هو استساؤل، طبعا ما حدش هيجاوب عليه لكن انا هطرح التساؤل برضو وخلاص. هو فعلا العيال اللي زي دي مؤسسه زي الازهر ما لقيوش احسن من كده؟ يعني هو ده اعتى انتاجاتهم؟ افضل حاجه عندهم واحد زي ده لا فاهم حاجه ولا قاري حاجه ولا عارف حاجه وبيخرف وخلاص وبيقول اي كلام عبيط، وده كده هو اللي مصدرينه عشان الشباب وعشان الناس؟ يعني ده اجدى حاجه عندكم؟ مفيش واحد احسن من كده؟ مفيش واحد قاري له كتابين؟ مفيش واحد معاه فريق حتى يقرا له قبل ما يقدم، بدل ما يطلع يقول الكوانتم فيزياء ودي حاجه معروفه؟ الحاجه دي بقت حاجه معروفه، الكوانتم فيزياء دي بقت حاجه معروفه، اللي عارف مين معروفه فين يعني؟ يعني انت لو نزلت في الشارع دلوقتي تعرف كل الناس اللي في الشارع عارفين الكوانتم فيزياء، عارفين ان هي حاجه معروفه دي اللي هو ايه، حاجه دارجه يعني. لو سالت اي واحد في الشارع كده تعرف الكوانتم فيزياء لا تلغي السببيه يقول لك اه والله هو فاهم الكوانتم ليه، ما حاجه معروفه، ما هو ده كلمه معنى كلمه معروفه. وبعدين في الاخر اتفضل حاج محمد اتفضل يعني ما عندكوش احسن من كده والله يعني، حرام عليكم يعني. يعني شوفوا حاجه افضل من كده شويه، في شوفوا واحد مثلا ايه يعني يبقى قاري له كلمتين ولا حاجه عشان ما يخرفش، عشان ما يبقاش شكلكم وحش، لان الموضوع شكله عبثي جدا، عيل مش فاهم اي حاجه في حاجه خالص. يا اما تفهموه، ما تتكلمش في اللي ما بتفهمش فيه. انت ما لا بتفهم حاجه في الاحياء ولا فاهم حاجه في الطب ولا فاهم حاجه في البيولوجي ولا فاهم حاجه في الهندسه ولا في الفلك ولا في الفيزياء ولا في بتتكلم فيه ليه؟ كوانتم ايه وزفت ايه؟ حرام عليك يا ابني، عندكش اخوات بلاستيك؟ كوانتم ايه وزفت ايه اللي انت بتتكلم فيه؟ انت شعرفك انت؟ ده في ناس بيدرسوا فيزياء ولسه مش فاهمين موضوع الكوانتم، فهمته انت؟ اقول لك انا كنت ادبي وشاطر في الفيزياء، فيزياء ايه اللي انت كنت شاطر فيها؟ فيزياء ايه اللي بياخدوا فيها كوانتم دي؟ حرام عليك يا ابني، الناس يعني ليها طاقه، انت مش فاهم حاجه خالص وبتتكلم بمنتهى الثقه كده، اي هبد وخلاص يهري وخلاص، واي نتع، وطبعا اللي قاعدين كلهم بيسقفوا له وبتاع، مشهد عبثي جدا، حاجه كوميديه جدا. وفي الاخر اتفضل عاملين ايه يا اخوانا؟ لا دي مأساة بصراحه، بس كوميدي يعني ايه، حلو يعني، واضح ان هم فعلا جابوا اخرهم يعني، ده كده اعتى ما لديهم. هم فعلا مصدرين الواد ده من فتره اللي هو ايه، استاذ بحيري صدروا له، مش عارف مين صدروا له الواد ده، لان واضح ان ده ايه الحصان الاسود بتاعهم، ده الجوكر اللي بياكل مع الكل. فاذا كان ده الجوكر بتاعكم ففعلا مستقبلكم سيء جدا يعني، ده وده اعتى انتاجاتكم، يبقى انتم مؤسسه بصراحه يعني مش عارف يعني، حالكم يرثى له. لو ده كده افضل حاجه عندكم يبقى المفروض تعيدوا التفكير تاني، لان لو ده كده هو نتاج هذه المؤسسه يبقى المؤسسه دي ما بتقدمش اي حاجه. اقول قولي هذا واستغفر الجلده لي ولكم جميعا، شكرا، امضوا بسلام، سلام الجلده اكون معكم. Legio aeterna, aeterna, vitis. Legio aeterna, aeterna, vitis. Legio aeterna, aeterna, vitis.